صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم جميعا. في الحقيقة المتابع لما كتب في الصحف المصرية بعد حرب أكتوبر 73 كان حيلاقي أن في وعود كتيرة جدا من الدولة المصرية بأن سيناء هتتحول من اللون الأصفر للون الأخضر خلال سنوات قليلة، وإن العمران هيسود، ولكن ظروف كتير جدا سياسية واقتصادية واجتماعية لم يحدث التغيير المنشود في سيناء، وظل الطريق لسيناء طريق واحد بس، نفق واحد مرهون. النهاردة إحنا فخورين بحجم التطور وحجم الإنجاز اللي تم على أرض سيناء خلال السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة في الحقيقة بقى بدل النفق أكتر من نفق، بقى في قطر رايح لسيناء. أرض الفيروز شافت نقلة نوعية ما حصلتش في حياتها من قبل كده، من خلال عدد كبير جدا من المشاريع اللي شفناها. بلا مبالغة، بعد سنوات طويلة جدا من الإهمال أصبحت سيناء حاجة مبهرة بكل المقاييس. الحكومة حطت خطة قوية، خصصت 11 مليار و600 مليون جنيه عشان تنفذ مشاريع في مجالات التعليم، الصحة، الزراعة، غير ان احنا بنتكلم عن 40 مليار جنيه للعام اللي جاي. يعني ده بنتكلم في ميزانية فاتت وده بنتكلم في ميزانية جاية، وان شاء الله بإذن الله هيكون نصيب سيناء من التنمية كبير جدا. هانو رقم كبير جدا يا مصطفى، وان دل على شيء فهو بيدل على اهتمام القيادة السياسية بتنمية هذه المنطقة، خصوصا ان شمال سيناء تحصل على 6 مليار و500 مليون جنيه، والقطاع الخدمي هو اللي بيستحوذ على اكبر نسبة من الاستثمارات. يعني بنتكلم على رؤية حقيقية لتعزيز ودعم الخدمات الأساسية هناك. يعني حقيقي ده معناه أنه فيه اهتمام ملحوظ بشكل كبير جدا، أنه هيغير كتير في حياة الناس هناك. والحقيقة يمكن ده بيحصل يا مصطفى زي ما أنت كنت تتكلم من فترة، وخليني أقول لك أنه قبل أي شيء فكرة المواطنة والانتماء، وأنه السيناوي يبقى حاسس أنه هو ليه حقوق لازم يحصل عليها زيه زي أي مواطن في أي مكان على أرض مصر. حتى بعيدا عن سيناء كمان مصطفى، إحنا كنا بنعاني من فكرة مركزية الخدمات عامة، لكن أنه كل هذه الأرقام وكل هذه الخدمات أنها تقدم في سيناء، ده كان مهم جدا أنه يحصل من زمان، لأن كل مواطن مصري من حقه أنه يحصل على نفس مستوى الخدمات. ده حقيقي جدا. وخلينا أقولك أن سيناء أرض فيها كل المشاريع، يعني هي أرض زراعية ممكن تزرع فيها ما شئت، وسواحل شمال سيناء شاهدة على هذا الأمر، الزراعة هناك حدث ولا حرج. أرض صناعية، عندك معادن ممكن تستخرجها من أي حتة. أرض سياحية، ودي مش محتاجة أتكلم فيها يعني، ويمكن هي أرض غريبة جدا، كل دول العالم أو كل أماكن العالم الشمال فيها بيبقى أغنى من الجنوب، ولكن سيناء ربنا سبحانه وتعالى قدر كده أن الشمال يبقى ظروفه أصعب شوية من الجنوب. الجنوب في سيناء طول عمره هو المزدهر، هو الأكثر إقبالا، شرم الشيخ، راس محمد، المنتجعات السياحية اللي موجودة في الجنوب، وكلنا عارفين اللي كان حاصل في شمال سيناء والحمد لله توقف. استكمالا لكلامك يا جمان، عايز أقولك أن جنوب سيناء حصلت على 5 مليار و100 مليون جنيه، والاهتمام بقطاع التعليم كان واضح فيها بطبيعة الحال، اللي موجودين هناك بدو، فكل الميزانية دي هتروح للبدو، أن احنا نعلمهم، يعني احنا نستثمر في تعليمهم، يعني نستثمر في المستقبل، يعني كل المشروعات السياحية هيعود عليها
ناتج التعليم اللي بيحصل لأولادنا البدو هناك. لو الناس هناك عندها تعليم جيد ده بالتأكيد هيغير شكل الحياة، مش بس هيغير شكل حياة المواطنين هناك، ولكن كمان هيحفز عجلة الاقتصاد. لما يشوفوا تحسين في البنية التحتية أيضا ده هيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في هذه المنطقة الواعدة. هي يمكن زي ما بنتكلم مع حضراتكم، أرض سيناء أرض غنية جدا جدا جدا، مليانة بخيرات كتير جدا، وحتى يمكن ربنا خصها بخصائص مختلفة تماما عن أي مكان تاني. يمكن بس إحنا كنا محتاجين التأهيل، وده حقيقي اللي بيحصل دلوقتي. عشان كده دلوقتي بنشوف سيناء بتتطور وبتكون منطقة جاذبة للسياحة والاستثمار، بدل ما كانت قبل كده منطقة مهملة. كمان لازم نتكلم عن المشروعات الزراعية اللي هتقوم في سيناء. سيناء البعض معتقد إنها فقط منطقة سياحية، أبدا. الحكومة الحقيقة شافت الخصائص اللي بتتمتع بيها أرض سيناء. عشان كده الاستثمار مش بس في السياحة، لكن في التعليم وفي الصحة، كمان في الزراعة. يعني هيتم إنشاء 13 تجمع زراعي جديد في شمال سيناء، ده بكل تأكيد هيعزز الإنتاج الزراعي ويؤمن مصدر دخل لأهالينا هناك. التوسع في الزراعات في سيناء ده معناه إن إحنا هنقدر نستفيد من الأراضي الزراعية هناك بشكل أكبر، من مساحات شاسعة هناك نقدر إن إحنا نستغلها. كمان توفير مصادر ري ل 15,000 فدان، ده بكل تأكيد هيكون كمان ليه تأثير كبير جدا على إنتاج المحاصيل. بكل يمكن الآليات اللي اتكلمت فيها مع حضراتكم، هنكون بدأنا فعلا نشوف تحول حقيقي في سيناء، من مجرد منطقة عابرة لحدود لوحدة من أهم المناطق الاقتصادية في مصر، لا يعني احنا بنتكلم في مشروع ضخم حقيقي، منطقة كانت فقط محتاجة التأهيل عشان نقدر ان احنا نستثمر فيها وعشان حتى نقدر نجني ثمارها. ده بجانب بقى فكرة الاستثمار في البشر اللي طول الوقت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد عليها. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا صباح الخير والسعادة. صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليكم مرة تانية. خلينا نصبح برضو على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير دينا. صباح الخير مصطفى. صباح الخير جمانة. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير عليك يا دينا. ويعني الحقيقة أنا واخدة على خاطري عشان الجو بدأ مني فيه. جو ما قلتليش الموضوع ده. أنا كمان زعلت امبارح قوي. بس هي مستمرة معانا، يعني هم درجتين أو ثلاث درجات فرقوا. لكن هم فرقوا فعلا معانا جدا، حتى بالليل فرقوا. صحيح. كمان الجو ما عادش لطيف قوي زي الأول، بس هو يومين ثلاثة وهنرجع مرة ثانية للمعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. خلونا في البداية نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من شارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هناك هنلاقي فيه كثافات مرورية، وكمان بعد تقاطع الكوبري هنلاقي فيه كثافات بدأت تقل بشكل تدريجي لكنها ما اختفتش، ولسه مكملة طبعا معانا لحد مستشفى العباسية. هتبدأ الكثافات بقى دي بالفعل تختفي عند محطة مترو الاستاد. نروح للعتبة وفيها سيولة مرية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أنه بيشهد كثافات مرية كبيرة خلال الساعات القادمة، وفي شارع رمسيس في اتجاه التحرير. لكن الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرية متقطعة على فترات. الكثافات دي بتبدأ بداية من ميدان رمسيس وصولا لمحطة مترو جمال عبد الناصر والإسعاف. ومن القاهرة خلونا نروح لمحافظة الجيزة وشارع الهرم. من بداية شارع المستشفى في كثافات مرية متقطعة مكملة لحد الجيزة. لو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي كمان في كثافات مرية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا بقى نشوف شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي فيه كثافات مرية كبيرة هتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. محور 26 يوليو بيشهد كثافات مرورية بسيطة، ولو أنت متجه من كوبري أكتوبر إلى منطقة المهندسين ممكن تاخد طريق محور 26 يوليو البديل ومفيش أي كثافات، وكمان هيوصلك لميدان اسفنكس. أما لو جاي من كوبري أكتوبر ورايح من طريق فيصل والهرم هتفضل أنت محور المهندس شريف إسماعيل في سيولة مرية كبيرة وبيوصلك في دقايق قليلة.
تعالوا مع بعض نروح للإسماعيلية، وهنلاقي أن طريق رقم شارع 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين وندخل شارع التيار إسلام عبد اللطيف، هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. ولو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. ونروح معاكم لمحافظة سوهاج، وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة، في أيضا كثافة نسبية وفي كثافات نسبية أخرى في مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة لاطمئنان على حالة المرور، خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل مائل البرودة في آخره، وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة توصل 32 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح 28 درجة، وأسوان العظمى فيها 38 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. امبارح رئيس السيسي خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة تحدث أن مصر ليها موقف ثابت لم يتغير، وهو موقف عادل تجاه قضية عادلة وهي القضية الفلسطينية. رئيس عبد الفتاح السيسي قال أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية في وجدان كل الناس، وبنقول دولة جنبا إلى جنب، حماية المواطن الإسرائيلي وحماية المواطن الفلسطيني، وده موقفنا الثابت. تعالوا نشوف. مصر ليها موقف ثابت ما تغيرش، هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية. هو كل اللي بنقوله ايه؟ بنقول ان احنا الشعب الفلسطيني من حقه ان هو يعيش في دولة مستقلة جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل. واحنا انا استطيع ان اتكلم مش بس باسمي وباسم مصر، انا ممكن استطيع ان انا اتكلم باسمي وباسم كل اشقائنا في المنطقة العربية. هذا الأمر لو تحقق هيفتح آفاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل، على مستوى الإقليم. القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، وإحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني. هنا مهم قوي نقول ان الكلام ده بيتقال دلوقتي لان ده موقفنا الثابت اللي دايما بنأكد عليه، لان زي ما بقول هي قضية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل عارف ده وبيعترف بيه، لكن المهم ان اعترافنا ومعرفتنا يتحول الى عمل من اجل تحقيق هذا الامر. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ايضا خلال كلمته خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة، قال إن رؤية القيادة السياسية عام 73 كانت عبقرية ورؤية بعيدة جدا، واستطاعت إنها تتجاوز عصرها وظروفها والحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا. وكانت كمان بتقول إنه الكلمة إنه قاتلنا من أجل السلام واستعادة أرضنا، وهي دي مهمة القوات المسلحة، هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها. أيضا الرئيس تحدث عن التطورات اللي بتتم في منطقتنا وقد إيه الرؤية دي كانت شديدة العبقرية. أن بعد 51 سنة القيادة اللي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا، واستطاعت أن هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا، وكانت بتقول ان احنا قاتلنا من اجل السلام نستعيد ارضنا، وهي دي مهمة القوات المسلحة، هي الحفاظ على اراضي الدولة وحماية حدودها. وده امر اتصور ان هو من افضل واشرف المهام اللي بتقوم بها اي قوة او قوات عسكرية لاي دولة، انها تحمي بلادها وتحمي حدودها. ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا بعد 51 سنة
وانتم شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا، وقد ايه ان الرؤيه ديت كانت رؤيه الحقيقه شديده العبقريه. لسه مكملين مع حضراتكم في استعراض اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. ايضا امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه شهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقه السادسه المدرعه بقياده الجيش الثاني الميداني، وتفقد عناصر تفتيش حرب الفرقه السادسه المدرعه بالجيش الثاني الميداني بالاسماعيليه. امبارح ايضا تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي، تناول هذا الاتصال العلاقات الثنائيه والأوضاع الإقليمية. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بقيادة الجيش الثاني الميداني، وتفقد عناصر تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية. كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلم تسجيلي بعنوان جيش النصر، استعرض تاريخ نشأة الجيش الثاني الميداني وأهم المعارك والمحطات اللي شارك فيها على مر التاريخ. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، تناول العلاقات الثنائيه والاوضاع الاقليميه. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه السفير الدكتور احمد فهمي ان الاتصال شهد تاكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائيه ودفع سبل التعاون في مختلف المجالات بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين، خاصه في المجالات الاقتصاديه وملفات الطاقه والربط الكهربائي. كما أكد الرئيسان التزامهم بآلية التعاون الثلاثي مع اليونان وباجتماعاتها الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال ناقش التطورات الإقليمية وسبل تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأعاد الرئيس تأكيد ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسؤولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة ولبنان، محذراً من خطورة استمرار التصعيد لما له من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع المتحف المصري الكبير وموقف تطوير المنطقة المحيطة استعداداً لافتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد تقديم عرض مصور حول الموقف الراهن للمتحف المصري الكبير بيشير لانتهاء جميع الأعمال بالمتحف وبقاعات العرض الرئيسية به وجاهزية المتحف لاستقبال الزائرين والسائحين المصريين والأجانب. امبارح ايضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده اجتماع مع احمد كاجوك وزير الماليه والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه. وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسه مجلس الوزراء ان الاجتماع ناقش المخرجات النهائيه لحزم التسهيلات الضريبيه ومحفزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدا للاعلان عنها. البنك المركزي المصري امبارح طلع بيان نفى في هذا البيان إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه تحمل تاريخ 8 أكتوبر 2024. البنك المركزي قال إن أي تداول لصورة هذه الورقة في منصات التواصل الاجتماعي هو غير صحيح، وإن الرقم المسلسل الموجود على الورقة المتداولة هو خاص بالإصدار النقدي اللي تم في عام 2023. البنك المركزي كمان طلب من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينشر عن البنك وأهمية الرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها أو تداولها، طبعا لأن تداول المعلومات غير الموثوقة ممكن يؤثر سلبا على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي. بالنسبة لأخبار المحافظات ففي أخبار كتير الحقيقة شهدتها محافظات مصر. خلينا نبدأ من مطروح واللي أعلن توفير 326 فرصة عمل لأبناء مطروح في المشروع القومي للطاقة السلمية. في بورسعيد كمان تم تدشين ماراثون بمشاركة 300 طالب وطالبة ضمن بداية جديدة. في سوهاج تم تجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ب 71 مليون جنيه. أما في دمياط فقد تقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي.
أخبار كتير شهدتها المحافظات. محافظة مطروح أعلنت توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتم توفير 326 فرصة عمل خلال شهر سبتمبر الماضي للشباب من أبناء مطروح والوافدين الراغبين في العمل من العمالة الفنية، وده من خلال تعيين فعلي مؤقت بالشركات العاملة بالمشروع القومي للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية. شهدت محافظة بورسعيد مشاركة 300 طالب وطالبة في ماراثون ضمن فعاليات مبادرة عام الأخلاق اللي بتأتي ضمن سلسلة فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. انطلق الماراثون من أمام مسجد السلام بنطاق حي الشرق مروراً بشارع عاطف السادات ووصولاً لقرية مرحبة السياحية بمشاركة الطلاب من مختلف المراحل التعليمية يحملون لافتات للشعارات والأقوال المأثورة الأخلاقية. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه بيجري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات انحدار الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمراكز المنشأة وأخميم وجهينة وسوهاج بقيمة 71 مليون جنيه، وده ضمن الخطة الاستثمارية ببرنامج التنمية المحلية للعام المالي 2024-2025. قررت محافظة دمياط النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي لمدة شهر من مواليد 2 أكتوبر 2018 حتى أول نوفمبر 2018 تلبية لرغبات أولياء الأمور، وجاء هذا القرار استجابة لرغبات أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسي الحالي. أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن تحقيق الشركة للمستوى الأول في تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2023-2024. جاء هذا التقييم من الإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللي أشادت بجهود الشركة في ضمان جودة مياه الشرب وتطبيق أعلى معايير السلامة. أكدت محافظة الغربية أن أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال الموقع العام والسور بموقع العمارات السكنية في قرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتة اللي بيتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة وصلت بنسبة تنفيذ بلغت 91%، وبتشمل مشروعات العمارات السكنية سكن كريم ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتة مشروعين هيتم الإعلان عن آلية التقدم لهذه الوحدات وفق شروط محددة بعد الانتهاء من استلام العمارات. أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً مع تأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وده لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. شهدت محافظة المنوفية بدء المعاينات اللازمة لبدء تخصيص قطعة أرض في مدينة الباجور لإنشاء مجمع خدمات أمنية على مساحة 1400 متر تسهيلاً على المواطنين في المدينة والقرى المجاورة، وده تمهيداً لإنشاء المجمع اللي بيشمل جوازات السفر وتصريح العمل والأحوال المدنية. شهدت محافظة كفر الشيخ انطلاق فعاليات مبادرة أحسن صاحب لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع بمشاركة وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وانطلقت المبادرة من خلال ماراثون للجري والدراجات من أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفر الشيخ مروراً بالكليات حتى بوابة مستشفى كفر الشيخ الجامعي ثم العودة، كما تم عمل مسابقات رياضية وتوزيع هدايا على الفائزين من المتسابقين. شاهدينا لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً، نروح لفاصل سريع ونرجع على طول. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل، مائل البرودة في آخره، وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك بدينا، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني من امبارح واحنا بنشعر في ارتفاع ضفيف في درجات الحرارة، من درجتين لثلاث درجات بس، الناس فرق معها قوي الدرجتين وثلاث درجات دول، فطمنينا عن حالة الطقس. بالفعل يمكن احنا عندنا ارتفاعات في درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية بمعدل من درجتين لثلاث درجات عن المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، وكمان عن الأيام الماضية اللي كنا بنسجل فيها قيم درجات حرارة حوالين 30 درجة مئوية، وكانت الأجواء خريفية بامتياز في معظم المحافظات.
وده بسبب ان احنا بنتاثر ببعض الكتل الهوائيه الصحراويه، ده اللي ادى لارتفاع قيم درجات الحراره. كمان امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل بشكل كبير على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، عدم وجود اي سحب مؤثره في الطبق خلال فترات النهار، فبالتالي ده اللي بيخلي في ارتفاعات في قيم درجات الحراره. اليوم تحديدا المتوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 32 درجه مئويه خلال فتره النهار وتحديدا في وقت الظهيره. عشان كده الطقس خلال فتره النهار اللي احنا بنقصده ان هو طقس حار في معظم محافظات البخاريه خلال فترات النهار. طبعا خلينا ناكد ان نسب الرطوبه او احساسنا بوجود نسب رطوبه اقل بشكل كبير طبعا في معظم محافظات البخاريه. صحيح. بنيجي على فترات الليل ويمكن ما زالت قيم درجات الحراره خلال فترات الليل منخفضه خاصه مع غياب اشعه الشمس. هتظل اجواء فتره الليل في مجملها اجواء معتدله بشكل كبير، لكن في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر احنا بنحس بالاجواء المائله للبروده خاصه في المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، لان الصغرى فتره الليل انخفضت في بعض المحافظات لاقل من 20 درجه مئويه. كمان طبعا الظاهره الجويه اللي دايما مؤثره معانا في حالات استقرار الاحوال الجويه الشبوره المائيه. الشبوره المائيه طبعا بتظهر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه منها في المساحات المائيه، وهي الشبوره المائيه كثيفه في بعض الاماكن، يعني اليوم كانت كثيفه في بعض الاماكن من محافظات الوجه البحري، مدن القناع، وسط سيناء، كثيفه يعني بتاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتختفي مع طلوع اشعه يعني تقريبا الساعة 8 صباحا بتختفي. هي لسه كمان بسيطة مش قوية قوي، يعني لسه ما هنبدأ كمان في بداية فصل الشتاء هتبقى قوية جدا الصبح، لكن ما زالت معقولة زي ما بنقول. بالفعل هي من زي شبورة فصل الشتاء طبعا. طبعا فصل الشتاء بتبقى كثيفة بشكل كبير وبتستمر فترات طويلة، لكن هي شبورة ما هي الموجودة معانا بتبقى خفيفة في أماكن كثيفة في أماكن الأخرى وبتختفي سرعان ما تطلع الشمس. الشبوره المائيه بتتلاشى والرؤيه الافقيه بتتحسن على الطرق بشكل كبير وما بتاثرش على حركه المرور، يعني الحمد لله ما فيش اغلاق اي طرق مع الشبوره المائيه. حتى كمان نشاط الرياح اللي موجود معانا في فترات المساء وساعات الليل سرعته مش عاليه بشكل كبير، ما بين 30 35 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح ده يلطف الاجواء ويخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره في فترات المساء وساعات الليل، غير مثير لاي رمال واتربه. بالاضافه كمان حاله الملاحه البحريه معتدله، البحرين مؤهلين لاعمال الصيد بالملاحه البحريه واعمال التنزه، ارتفاع امواج ما بين 1.5 ل 2 متر على البحرين، فبالتالي نقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر المتوسط او شواطئ البحر الاحمر. الاستقرار والارتفاعات الطفيفه في قيم درجات الحراره ده متوقع انه يستمر معانا يمكن لحد يوم الاحد اللي جاي، لحد بدايات الاسبوع اللي جاي. لكن الاكيد ان هيكون في فرق في احساس بقيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، وده اللي لازم ناخد بالنا منه بشكل طبعا كبير، لان ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد. طيب. فيفضل طبعا واحنا خارجين فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر يعني تكون الملابس خريفيه، اصحاب جاكيت خفيف لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره المركزي، القياده تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، وطبعا نستمر في طبعا. خليني اسال حضرتك بس سؤال مهم كده، لان بعض صفحات السوشيال ميديا بالامس وبقالنا كذا يوم بتتحدث ان هيكون في عدم استقرار في حاله الطقس وامطار شديده وسيول ورياح وما يعني حضرتك نتحدث عن حاله كبيره من عدم الاستقرار، مدى صحه هذا الكلام؟ وهم بيقولوا ان هو يعني خلال الايام على منتصف الشهر تقريبا. لا الكلام غير صحيح تماما، احنا بنقول لحد منتصف الاسبوع اللي جاي الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير، مفيش اي فرص لسقوط الامطار تكون مؤثره، يعني ان وجدت فرص امطار مع بدايات الاسبوع اللي جاي فهتكون فرص امطار خفيفه، مفيش منها قلق تماما، مفيش منها اي تاثير على اي اعمال انشطه يوميه، فبالتالي الاحوال الجويه مستقره، واحنا قبل اي حاله جويه ممكن طبعاً يكون فيها عدم استقرار احنا هنحذر قبلها بوقت كافي، لكن ناكد ونطمن كل الساده المواطنين الاحوال الجويه لحد يوم الاحد والاثنين الجايين منتصف الاسبوع اللي جاي مستقره بشكل كبير، ما فيش اي ظواهر جويه مؤثره، وحتى كمان من بعد يوم الاثنين هيحصل انخفاض قيم درجات الحراره، لكن
ولكن مش هيكون فيها عدم استقرار بشكل كبير في الاحوال. علشان كده احنا بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر اطمئنان على حاله الطقس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 32 الصغرى 23، العاصمه الاداريه 31 22، اسكندريه 28 21، العالميه الجديده 29 21، مطروح 28 20، دمياط 29 23، بورسعيد 29 23، اسماعيليه 34 21، السويس 33 21، العريش 30 20، كاترين 27 13، طابا 31 24، حلايب 31 25، شلاتين 35 25، شرم الشيخ 34 25، الغردقه 34 24، الفيوم 33 21، بني سويف 34 20، الوادي الجديد 36 20، اسيوط 35 19، سوهاج 36 20، قنا 37 21، الاقصر 37 22، واخيرا اسوان 38 22. يعني عندنا ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، مش كبيرة بشكل مرتفع جدا، لكن احنا بنخلي بالنا بس من الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر علشان الجو بيكون فيه اختلاف كبير في درجات الحرارة، وخصوصا لأولادنا اللي نازلين المدارس الصبح بدري. كمان احنا الحالة دي مستمرة معانا حتى يوم الأحد أو الاثنين القادمين بإذن الله. هرجع مرة تانية لمصطفى وجمان علشان كان معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا دينا، شكرا جزيلا. شكرا يا دينا. فبتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بيعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي بحضور وزيري المالية والاستثمار لإعلان التسهيلات الضريبية وجذب الاستثمار. النهاردة هينعقد مؤتمر الغذاء للمستقبل، مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت رعاية وزارة الزراعة. تأتي ورش العمل على هامش المؤتمر عن دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة وأهدافه للوصول لمليون مزارع قمح، وأيضاً عرض إنجازات مزارعي القمح الخبراء من مختلف المحافظات خلال موسم 2023-2024. وبتجمع ورش العمل على مدار يومين جميع أصحاب المصلحة من المزارعين الخبراء في القمح والقطاع الخاص والخبراء لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة. النهاردة هيقيم اتحاد كرة اليد احتفالية مجمعة لأبطال العالم منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة ومنتخبي 2004 و2006 المتوجان ببطولة أفريقيا للشباب والناشئين. ومن المقرر أن يحضر الحفل اللي هيقام في أحد فنادق القاهرة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وقيادات المتحدة للرياضة برئاسة الأستاذ محمد يحيى رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة لكوكبة من قيادات ونجوم وأبطال الرياضة المصرية مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد. النهاردة بتمر ذكرى ميلاد توفيق الحكيم، عملاق الأدب العربي وأحد أبرز رواد المسرح في العصر الحديث، واللي اسمه لسه محفور في ذاكرة الأدب العربي والعالمي بأعماله اللي ألهمت أجيال من الأدباء والمفكرين من أول عمل ليه 1933، طبعا أهل الكهف من أول هذا العمل. الحقيقة أنه يمكن أعمال توفيق الحكيم توالت، ويعني طول وقت في حتى كبار المؤلفين والكتاب مهللين لأعمال توفيق الحكيم يا مصطفى. صحيح، وخلينا نقول إن هو كان مدرسة يعني أدبية في حد ذاته، وترك إرث فني ضخم يمتد تأثيره حتى اليوم من خلال مسرحياته، من خلال رواياته اللي ناقشت قضايا خاصة بالإنسان وخاصة بالمجتمع. نجح الحكيم في ترسيخ مكانته كأحد أعمدة الأدب والفكر العربي. تعالوا نشوف مزيد من المحطات في مسيرة هذا الأديب الراحل. تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الكبير توفيق الحكيم، عملاق المسرح العربي الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1898 بمدينة الإسكندرية لأسرة ثرية، حيث كان والده قاضياً. يعد الحكيم من الرواد البارزين للرواية العربية والمسرح في العصر الحديث،
وقد ترك تأثيراً عميقاً على أجيال عديدة من الأدباء والمبدعين، ليس فقط في الوطن العربي بل على مستوى العالم أيضاً، لما له من بصمات فريدة في فن الكتابة المسرحية. عملت محاولات يعني كثيرة، أجهدتني في أني أنا أتقرب للموسيقيين العظام اللي أسمع عنهم دول. منذ صغره أظهر توفيق الحكيم اهتماماً خاصاً بالأدب، حيث كان يرتاد المسارح ويشاهد عروضاً لممثلين بارزين مثل جورج أبيض. خلال فترة دراسته الثانوية كتب مسرحيات قصيرة قام أصدقاؤه بتأديتها، مما أظهر موهبته المبكرة. أنا رحت هناك بصيت لقيت في أسرة أنا حر أسهر، كنت بتبرع حتى، فدتني الحرية أني أروح، كنت أروح الأوبرا بأعلى التياترو كده أشوف الأوفرة الأجنبية وأشوف مش عارف مين، حرية مطلقة، وعملت وحاجات فن وأروح أشوف إيه، يعني كل اللي أنا عايز أعمله مفيش علي رقابة. وكتب الحكيم في مجالات متعددة مثل القصة القصيرة والمقالات، بالإضافة إلى كتابة كلمات لأغاني وطنية، والتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم سافر لاستكمال دراسته باللغة الفرنسية فيما بعد. وقد تفرغ تماماً للأدب وكتابة الروايات والمقالات، وعمل في جريدة أخبار اليوم، ثم أصبح عضواً في مجلس إدارة جريدة الأهرام، إلى أن أصبح رئيساً شرفياً لها عام 1981. قعدت أقول يعني أروح ولا أقعد هنا وأشتغل، أعمل إيه أخلي إيه، وبعدين في هذا التردد وجدت إنه أروح وخلاص، لأن هنا فيها متاعب. من أبرز أعماله المسرحية أهل الكهف، التي كانت بداية لما عرف بالمسرح الذهبي، وعودة الروح، ويوميات نائب في الأرياف، والأيدي الناعمة، والملك أديب، بالإضافة إلى العديد من الأعمال المميزة الأخرى. القدر يقول لي أنت اتشهرت وعملت كتب كويسة بالفرنساوي، لكن هتبقى جزء من الأدب الفرنساوي، أنا عايزك تكون كاتب في بلدك. في عام 1958 حصل الحكيم على قلادة الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر، تقديراً لإسهاماته الكبيرة، خاصة عمله عودة الروح. وفي عام 1962 نال جائزة الدولة التقديرية لإخلاصه للفن واهتمامه بالقضايا القومية والاجتماعية. رحل توفيق الحكيم عن عالمنا في 27 من يوليو عام 1987 عن عمر ناهز 90 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً أدبياً عظيماً من الروايات والمسرحيات التي ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة. خلينا نتحول لشأن آخر، حيث انطلقت فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث على شاطئ بورسعيد بمشاركة حوالي 300 لاعب ولاعبة من 35 دولة حول العالم. البطولة دي بتتميز بمشاركة متسابقين أيضا من ذوي الهمم، مما يعكس روح التحدي والتنافس في هذه البطولة. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الفعاليات وعن هذه البطولة مع المهندس شادي حفني مدير البطولة. صباح الخير حضرتك يا باشمهندس، وبعد التحية لو تكلمنا عن الفعاليات اللي شهدتها انطلاق منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث في بورسعيد. صباح الخير عليكم، طبعا أنا أحب أشكركم على تغطية الحدث والاهتمام بالرياضة والاهتمام بالسياحة الرياضية معنا، ده اللي احنا محتاجينه بصراحة، علشان كل الناس القائمين على المحافظة وعلى البلد تعرف الحدث. احنا النهاردة الحمد لله يعني مميزين بتنظيم البطولات الدولية، مصر النهاردة في الخريطة الدولية في التنظيم، خدت مع الأكاديمية البحرية ومع محافظة اسكندرية أحسن تنظيم لبطولة عالم من سنتين فاتوا، وخدت أحسن تسويق لبطولة عالم السنة اللي فاتت. النهاردة الحمد لله ده اللي حطينا كمان وادانا ثقة ان احنا نخرج بره القاهرة وبره اسكندرية ونروح محافظة جديدة زي بورسعيد، طبعا بالتعاون مع المحافظة وبالتعاون مع رئيس الأكاديمية البحرية. الناس بصراحة يعني مجرد ما قعدنا معاهم ادانا ثقة ان احنا لا لازم نجرب نعمل بطولة في بورسعيد، وحولوا بور فؤاد هنا كأنها يعني بقت بور فؤاد الجديدة بصراحة. طب أنا هسألك سؤال يعني يمكن برا الموضوع، يعني فوز أحمد الجندي في أولمبياد باريس هل كان ليه أثر على تنظيم هذه البطولة من وسط يعني
وجود كل الجنسيات. احنا بنتكلم في 35 دوله اظن زي ما قلنا. احنا دلوقتي حوالي 600 لاعب من كل انحاء العالم. عدد الدول فعلا فوق ال 30 دوله، يعتبر حوالي 35 دوله دول المشاركين حتى الان. طبعا فوز احمد الجندي ده حط مصر كلها في الاولمبيات، غير الترتيب بتاعها بالنسبه للخماسي الحديث، حطينا على الخريطه في حته جديده. واللي حابب اوضحه برضو ان اتحاد الخماسي عندنا زي احمد الجندي طبعا في تميزهم من اول مرحله تحت 9 سنين لحد العمومي، الاتحاد الخماسي ما شاء الله واخد اول عالم تقريبا في كل المراحل السنيه. وده اللي هيبان كمان في البطوله دي. البطوله دي بتتميز زي بطوله البياسل والترياسل، دي بطوله بتتميز ان هي فيها مراحل سنيه صغيره من اول 9 سنين لحد بلس 60 فوق ال 60 سنه. ان شاء الله ان شاء الله العالم كله هيتفاجئ ان اكتريه كل المراحل هتلاقوا ان شاء الله الاوائل ان شاء الله مصريين، والناس اللي واقفه على البوديوم مصريين. فطبعا احمد الجندي حط الخماسي الحديث، خلانا ترند يعني بصراحه طبعاً. ما شاء الله يعني طبعاً يعني ما شاء الله. ويعني وعندنا يعني احمد الجندي اكيد هو بطل زي ما حضرتك قلت، هو رفع اسم مصر، واكيد احنا كمان عندنا مواهب رياضيه تانية زي احمد الجندي. بس خليني اعرف من حضرتك يا باشمهندس، احنا بنتكلم انه 300 لاعب ولاعبه من 35 دوله، اعمار مختلفه من اول 6 سنين لحد 60 سنه تقريبا. ده بيتطلب استعدادات كبيره جدا يا باشمهندس، لو تكلمني عن استعداداتنا لاستضافه البطوله، وتكلمني كمان عن حفل تتشيل المنافسات. طبعا ده بيحتاج استعدادات خاصه، لان دي البطوله دي مشكلتها كمان في الاستعدادات، مش بس عدد المشاركين وعدد الدول. صحيح، الظروف الخاصه كمان بالمشاركين افندم، الظروف الخاصه بالمشاركين لانه فيها ابطال من ذوي الهمم. طبعا هي طبعا ظروف المشاركين، والظروف ان هي بتبقى بطوله شاطئيه، فبنتعامل مع عوامل طقس مختلفة غير لما بنلعب مثلا في صالة مقفولة. بنتعامل مع بحر فيه مد وجزر، بنتعامل مع ذوي الهمم. طبعا ان هو البطولة دي صعبة جدا على ذوي الهمم، مش اي حد بيقدر يشترك فيها، ان هو مثلا يجري على شاطئ، ان هو الناس بتوع العجل مثلا يجروا على يعني على ما بتبقاش اماكن ممهده 100% زي ما هم متعودين عليها. فطبعا بتحتاج تجهيزات خاصه، ده اللي ساعدنا عليه بصراحه المحافظه والاكاديميه البحريه. النهارده الناس لو كانت شافت الشاطئ قبل البطوله وشافت الشاطئ دلوقتي اثناء التجهيزات، وده طبعا اتمنى ان هو يوضح او حد يعني برضو يبقى يبينه، ده هتشوفوا فرق رهيب. واحب طبعا استغل الفرصه دي ان انا طبعا اشكر سياده اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وطبعا الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه، والدكتور اشرف صبحي على وزير الشباب والرياضه على المجهود، وسخروا كل حاجه بصراحه للبطوله ان هي تطلع باكمل الباقيات يعني. طبعا احنا كمان بنوجه لهم التحيه، ونوجه لحضرتك كمان التحيه المهندس شادي حفني مدير بطوله العالم للخماسي الحديث ببورسعيد، شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا دينا شرف، اتفضلي دينا. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تفتيش الحرب للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية. كما تفقد الرئيس السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني. واستعرضت الرئيس اصطفاف معدات وأفراد الفرقة السادسة على متن حافلة مكشوفة بصحبة رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة القوات المسلحة.
وفي كلمته خلال حضوره اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية رؤية ثاقبة لقيادة الدولة خلال فترة حرب أكتوبر وما تلاها والتي تجاوزت عصرها وظروفها وحالة المنطقة إنذاك. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حقوقها. تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، وأوضحت مصادر لبنانية أن الغارات أدت إلى دمار هائل لا سيما في منطقة برج البراجنة والكفاءات والليلكي، مشيرة إلى انهيار 4 مباني جراء القصف الإسرائيلي بتلك المناطق. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 36 شخصا وإصابة 150 آخرين حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر الماضي من العام الماضي لتصل إلى 2119 قتيلا وأكثر من 10,000 مصابا. نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في منطقة التوام شمال قطاع غزة، يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه الدبابات الإسرائيلية توغلها في عمق جبلية بشمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف المخيم، ما أسفر عن شهداء ومصابين. طالب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة المنظمات الدولية بحماية مستشفيات كمال عدوان والأندونيسي والعودة، وأكد المكتب الإعلامي رفضه تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء محذرا من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي. استشهد فلسطيني برصاص وحدات خاصة إسرائيلية عقب محاصرة منزل ببلدة عقابة شمال مدينة طباس بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن فصائل فلسطينية تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بقوات إسرائيلية متوغلة بالمدينة أعقبتها اشتباكات مسلحة عنيفة قبيل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المدينة. أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 9 مدنيين وإصابة 11 آخرين في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في حي المزة غرب العاصمة دمشق. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن التقارير الأولية تفيد بأن من بين القتلى نساء وأطفال، ومضيفة أن القصف ألحق أيضا أضرارا مادية كبيرة بممتلكات خاصة في المنطقة المحيطة. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة، ثورة تنموية على كل الأصعدة بتشهدها أرض سيناء من خلال المبادرات والمشروعات الاستراتيجية اللي بتهدف لتحقيق التنمية المستدامة في أرض سيناء، وده في إطار الجهود المستمرة اللي بتبذلها الدولة المصرية لتنمية المناطق الصحراوية وتعزيز الزراعة في محافظة سيناء، واللي بقينا بنشوفه فعلا في صورة زيادة المساحات الخضراء وزيادة المحاصيل. صحيح يا جمانة، ويمكن الناس كتير يعني بتسأل سيناء تتميز بالسياحة، تتميز بالمزارات الدينية، بتتميز بكونها نقطة حدودية، ولكن هل هي بتتميز فعلا بالزراعة؟ ده سؤال هنسأله، لأن أعتقد أن كل اللي قالته جمانة ده انعكس بشكل كبير على أبناء نفسينا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عماد عوض المشرف العام على مراكز الخدمات الزراعية في سيناء. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك، صباح الخير، وكل سنه وحضرتك ومشاهدينك واهل سيناء ومصر كلهم بخير بمناسبه اعياد اكتوبر، كل سنه وحضرتك طيبين. اهلا بحضرتك. في البدايه سيناء بتتميز بايه فيما يتعلق بالمحاصيل؟ هي المحاصيل الاستراتيجيه الاساسيه اللي تم اختيارها للزراعه في سيناء، وعلى اي اساس بتراهن الدوله عليها؟
الحقيقة زي ما حضرتك أشرت، هي الدولة بتشهد طفرة في التنمية الزراعية على مستوى يعني كل بقاع مصر، وسيناء بالأخص طبعا يعني تمتعها بميزة نسبية لجوها وأرضها. الحقيقة المحاصيل من خلال رؤية وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في تنمية سيناء، خصوصا التنمية الزراعية، احنا لما بنيجي ندرس المكان بندرس الميزة النسبية بتاعته، الجو، الأرض، المية، وبالتالي بيتم اختيار المحاصيل المناسبة لهذه العوامل. الحقيقة سيناء ربنا سبحانه وتعالى حباها بالكثير والكثير من المميزات، أرضها الخصبة، جوها المعتدل، الحقيقة اللي بيجود فيها أجود أنواع المحاصيل الزراعية، وأهمها طبعا الزيتون، يمكن من المحاصيل الرئيسية اللي بتعتمد عليها الدولة وفي تنفيذ رؤيتها للتنمية الزراعية في سيناء، ومن خلال يعني العديد أيضا من البحوث اللي تم إجراءها لقينا أن يعني الزيتون مع بعض المحاصيل هي من أجود المحاصيل اللي بتجود في سيناء، وعشان كده بدأنا نشتغل عليه ونزود القيمة المضافة بتاعته من استخراج الزيوت اللي بتعد من أفضل الزيوت على مستوى العالم، وطبعا وفقا رؤية الدولة المصرية وتوجهات تملي فخامة الرئيس والقيادة السياسية بتعظيم المنتج الزراعي وإضافة قيمة مضافة للمنتج لتحقيق أعلى معدل للربحية للمزارع. ومن هنا بدأنا نشتغل على المحاصيل زي الزيتون، زي محاصيل الخضر، التين، الخوخ، أيضا بتجود في سيناء برضو محاصيل يعني زي المحاصيل الاستراتيجية، المحاصيل الزيتية، القمح، الشعير، الحقيقة كتير كتير من المحاصيل بتجود في أرض سيناء نظرا لتمتعها بميزة نسبية زي ما أشرنا في بداية اللقاء. طيب دكتور عماد، خليني أتوقف مع حضرتك عند نقطة يعني حضرتك ذكرتها، وهي فكرة تعظيم القيمة الزراعية والقيمة المضافة. لو هنتكلم عن طرق الزراعة الحديثة واستخدام أحدث التقنيات وطرق التخزين، ومن ثم كمان فكرة القيمة المضافة إن كان التعبئة والتغليف وما إلى ذلك، واستخدام أقصى أو الاستغلال أقصى ما يمكن استخدامه من الزراعات أو المحاصيل الموجودة، إيه اللي عملناه في هذا الملف تحديدا في إطار المشروعات الزراعية في سيناء؟ الحقيقه عشان يعني اطلع منتج زراعي ويعني اضيف ليه قيمه مضافه ويخرج، الحقيقه كان لازم العديد والعديد من المحاور، وبتشتغل جنبا الى جنب عشان اقدر يعني اعظم القيمه المضافه. ايه هي يعني اهم المحاور اللي الدوله اشتغلت عليها؟ هو توفير البيئة أو المناخ المناسب لتحقيق هذا الهدف. يعني لو اتكلمنا في بنية تحتية من الطرق والمواني والمطارات، الحقيقة اللي هتعظم دور المنتج الزراعي وتسويقه في أسرع وقت. انت عارفين ان في بعض المحاصيل لازم بتبدأ نشتغل عليها وتتصدر أو تخرج للسوق المحلي فريش، وبالتالي الوقت استهلاكها من جني الثمار إلى وصولها للمستهلك لازم يكون في وقت قصير. حقيقة ما كانش ده ممكن يتم إلا من خلال إنشاء بنية تحتية من طرق ومعابر وأنفاق، كان لازم الدولة تاخد بالها من الحتة دي، وبالفعل الدولة أنشأت العديد من المحاور، محاور التنمية زي ما بنقول، اللي بتساعد على التنمية الزراعية والصناعات أو الصناعات المكملة للمنتج الزراعي. الحقيقة أيضا من خلال مركز بحوث الصحراء وعلمائه وقطاعات وزارة الزراعة بتشتغل على تعظيم العائد من هذا المنتج، وهو طرق التخزين السليمة، حتى الممارسات الزراعية الحديثة وطرق الزراعة. حقيقة من خلال القوافل الإرشادية اللي بتقوم بها وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء وعلمائه، بنلاقي أن تعظيم الممارسات أو رفع قدرات ووعي المزارع باتباع الممارسات الزراعية السليمة من وقت الزراعة، من وقت الحصاد، من استخدام طرق الري الحديثة، من التسميد العضوي وأهميته، من طريقة التعامل مع المحصول أثناء وبعد الزراعة، من طرق التخزين، من التصنيع، من توافر المعاصر الحديثة لمنتج زي الزيتون، من ثلاجات الحفظ. الحقيقة كل دي عوامل بتشتغل فيها الدولة المصرية وكل قطاعاتها لتحقيق القيمة المضافة من المنتج الزراعي. طيب أفضل الأماكن فين في سيناء؟ يعني أنا بشوف يعني السواحل الخاصة بشمال سيناء عليها زراعات كتير، هل يعني تتميز سيناء جغرافيا أيضا بوجود أراضي كتير تصلح للزراعة؟
فين وازاي بنستغل ده ايضا في اللوجيستكس، في الطرق، في المصانع، في الحقيقه لما نيجي نتكلم على سيناء، لو نتكلم على بصفه عامه على اختيار الاراضي للزراعه، ده بيتم من خلال دراسات علميه بتقوم بيها الجهات المتخصصه في دراسات الاراضي من تحديد صلاحيه الارض للزراعه من البدايه. والحقيقه ده محور مهم جدا من محاور التنميه الزراعيه، وهو التوسع الافقي للرقع الزراعيه. الحقيقه بتجوب سيناء شمالا وجنوبا وسط فرق بحثيه من قطاعات وزاره الزراعه الدولة المصرية مع التعاون مع الجامعات المصرية لاختيار أفضل المناطق الصالحة للزراعة ووضعها ضمن خريطة استثمارية للزراعة. الحقيقة لما بنجوب أراضي سيناء شمالا وجنوبا ووسط، الحقيقة بنلاقي مشروع قومي لاستصلاح والزراعة وتنمية شمال ووسط سيناء. حقيقة بنلاقي في الجنوب أراضي كل منطقة في سيناء سواء شمالا وجنوبا وسط شرقا غربا، الحقيقة كلها مناطق بتجود فيها الزراعة، ولكن كل منطقة لها ميزة نسبية من حيث الجو وطبيعة المية. حقيقة من سيناء من شرق القناة وشرق البحيرات بنلاقي مساحات زراعية طبقا للميزة النسبية، بنلاقي بيجود فيها زراعات المانجو والموالح وبعض المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والقطن، بيتزرع كمان على ضفاف قناة السويس من خلال مشروع 125,000 فدان اللي بتقوم به جهات الوزارة منها قطاع الاستصلاح ومراكز البحوث. الحقيقة في الوسط بنلاقي أرض من أخصب الأراضي اللي موجودة في سيناء وبتعتمد على المياه الجوفية اللي بيجود فيها زراعات الزيتون والموالح والتين. لو انتقلنا شرقا لسيناء منطقة رفح وشيخ زويد بنلاقي ان هي بيجود فيها زراعات الخوخ وبعض زراعات النباتات الطبيه والعطريه. الحقيقه سيناء كلها اراضيها بتجود فيها الزراعه وبنعتمد فيها على حسب مصدر المياه الموجود. طيب بالنسبه يعني على ذكر حضرتك لمصدر المياه، ده من اهم التحديات اللي موجوده، فكره ان كان اليات الري وحتى فكره استغلال الامثل للمياه. الدوله المصريه عملت ايه عشان تقدر انها تتعامل مع هذه النقطة تحديدا، وحتى فكرة الاستغلال الأمثل لكل نقطة مية موجودة في سيناء؟ حقيقة بحيي حضرتك على السؤال، لأن المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية والتوسع الأفقي للمساحة المنزرعة بيكون على عامل المية، هو العامل المحدد والرئيسي. وزي ما علمونا أي أرض ممكن تتزرع حتى لو كانت متدنية في صلاحيتها، ولكن هو عنصر المياه هو العنصر المحدد والرئيسي للزراعة. الدولة الحقيقة فكرت خارج الصندوق واقتحمت مجال يمكن أنا بسميها اقتحام وعبور تاني للتنمية في سيناء، وهو معالجة المياه. الحقيقة الدولة المصرية كانت رؤيتها سباقة، احنا عارفين ان في تحدي على مستوى العالم طبعا كله في ندرة المياه، ومصر بالأخص بتعاني من ندرة المياه، ويعني كل الأحداث اللي بتمر بيها الإقليم في التغير المناخي وتأثير حصة مصر من المياه النيل، كان لازم مصر بقيادتها تخرج برا الصندوق وتفكر في حلول بديلة. الحقيقة من أهم تلك الحلول وهي معالجة المياه. مصر اقتحمت هذا المجال وأنشأت أكبر محطتين لمعالجة المياه، مياه صرف زراعي وتحويلهم إلى مياه لري المساحات المنزرعة في سيناء، وهي محطة المحسمة ومحطة بحر البقر، حقيقة اللي بينتجوا ما يقرب من 6 مليون متر مكعب من المياه اللي بتضخ في سيناء. وبالتالي لما توفرت هذه الكمية من المياه، بدأت الدولة تدخل الأراضي اللي تم دراستها للخدمة. عندنا 271 ألف فدان في وسط سيناء من خلال الخطوط والناقلة للمياه من ترعة السلام، وعندنا 125 ألف فدان على زي ما أشرنا على شرق القناة. الحقيقة كل ما بنزود حصتنا من المية وبنوفر من الإمكانيات المائية بنتوسع في زراعة الأراضي. جنبا إلى جنب استخدام الأساليب الحديثة للري، حقيقة 90 أو 95% من المناطق أو المساحات المنزرعة في سيناء بتعتمد كلها على الري الحديث، سواء الري بالتنقيط أو الري المحوري. والحقيقة دي خطة الدولة المصرية للحفاظ على كل قطرة مية بتخش
سيناء. الحقيقة كمان تعظيم الاستفادة من وحدة المية زي ما بنقول وحدة الأرض، وهو التوسع الرأسي باستنباط أصناف يعني متحملة للإجهاد اللي موجود، الإجهاد البيئي، وبرضو استخدامها لكميات مية قليلة، بجانب إلى الأصناف اللي بيقوم بيها خبرائنا في وزارة الزراعة بالنضج المبكر، وبنقلل عدد أيام المحصول في الأرض، وبالتالي بنقلل كميات المياه المستخدمة. دي كلها رؤية واستراتيجيات بتنفذها الدولة المصرية للحفاظ على كل نقطة مياه بتخش سينا. يمكن ده بيقودنا لسؤال مهم، يعني مركز بحوث الصحراء يعني بيشتغل على إفسينا، إيه هي أبرز الأبحاث، إيه مدى استفادة أيضا المزارعين من هذه الأبحاث، هل توصلنا لحاجة، الجديد في هذا الأمر عامل إزاي؟ الحقيقة مركز بحوث الصحراء هو أحد المراكز البحثية ومن أقدم المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط اللي بتعمل في علوم الصحراء، هو أحد جناحي وزارة الزراعة مع مركز بحوث زراعية. الحقيقة مركز بحوث الصحراء يعني من زمن طويل وهو بيشتغل في سيناء وبيعمل في سيناء من خلال 5 محطات بحثية لتقديم الخدمات الإرشادية والبحثية لمنطقة سيناء، بجانب إلى تقديم قوافل إرشادية على مدار العام للمزارعين في سيناء، والعمل على التحديات اللي موجودة في سيناء سواء تحديات المية أو تحديات الأراضي. الحقيقة العام ده وأنا من خلال حضراتكم بوجه الشكر لعلمائنا وأساتذتنا وقيادات مركز بحوث الصحراء، إن العام ده هو عام التنمية في سيناء. الحقيقة أطلق مركز بحوث الصحراء مجموعة من البرامج تتعدى ال 12 برنامج بحثي للعمل في سيناء، منها برامج بتشتغل على استنباط المحاصيل الملائمة لسيناء، إبراز أو العمل على أهم التحديات اللي بتقابل التنمية الزراعية في سيناء، مش كده وبس، كمان على التنمية المجتمعية والبشرية في سيناء ورصد الاحتياجات التنموية لسكان سيناء والوفدين إليها. حقيقة كلها أبحاث بتشتغل على عندنا في وسط سيناء، بنشتغل على التحدي اللي موجود في الأراضي في جنوب سيناء، التحدي اللي موجود في ملوحة التربة والمية، عندنا شغل في شمال سيناء من خلال محطاتنا في الأنطارة وبلوزة. حقيقة كلها أبحاث تطبيقية بيتم الشغل عليها في والعمل من خلالها في محطات مركز بحوث الصحراء ومعاملها لتقديم أفضل النتائج البحوث وتطبيقها على الأرض في سيناء. أيضا دور المركز التنموي والاجتماعي في سيناء بيقدم خدماته لكل مشروعات الاستصلاح الجديدة، هي إشرافه على زراعة 11,000 فدان في مشروع التجمعات، وهو من أفضل مشروعات الدولة اللي أنشأتها في سيناء، 11 تجمع في شمال سيناء، 7 تجمعات في جنوب سيناء، بإجمالي 18 تجمع تنموي زراعي سكني في سيناء بيقدم ليهم مركز بحوث الصحراء وقطاعات الزراعة. يعني هو بيشرف على المشروعات ولا يقوم بإجراء أبحاث، ولا بيقوم أيضا بإجراء أبحاث؟ الحقيقة احنا بنشتغل على الموضوعين بالتوازي، يعني احنا بنشتغل على إجراء البحوث التطبيقية من خلال علمائنا في مركز بحوث الصحراء اللي بيشتغلوا على التحديات اللي موجودة من خلال محطاتنا البحثية، بالإضافة إلى دور التنموي والمجتمعي بالإشراف على تنفيذ المشروعات وتطبيق أفضل ما توصل إليه البحوث من خلال علمائنا في التخصصات المختلفة وتطبيقها وتعليم وإكساب المزارعين المهارات والخبرات اللي بنكتسبها من علمائنا من الشغل. يعني بنجري البحوث التطبيقية في معاملنا وفي محطاتنا البحثية، وما تخلص إليه نتائج هذه البحوث بيتم تطبيقها من خلال المشروعات اللي بيتم إشراف عليها مركز بحوث الصحراء. طيب دكتور عماد، يعني وهم نتكلم على ملف الزراعة وقطاع الزراعة تحديدا، من أهم عوامل نجاح هذا القطاع هو المزارع. عايز أعرف من حضرتك، بما أن احنا بنتكلم على نظم ري حديثة وممكن محاصيل كمان معدلة حتى تكنولوجيا وما إلى ذلك، فده يتطلب مزارع مؤهل وعنده خبرة كافية للتعامل مع نظم الري الحديثة وكل التطور اللي بيحصل في قطاع الزراعة، حتى يمكن العمال اللي بيبقوا موجودين في مراكز الخدمة نفسها، العمال اللي بيبقوا موجودين حتى في المصانع لازم كمان يكونوا مؤهلين ومدربين. ايه اللي بيحصل في الملف ده تحديدا؟ الحقيقة هو المحور التنمية اللي المفروض بيحصل للإنسان
وبالإنسان الحقيقة. يعني ومن خلال يعني حضراتكم احنا بنشتغل في مركز بحوث الصحراء على تنمية ورفع قدرات المزارع سواء في المناطق الصحراوية المختلفة وسيناء على وجه الخصوص. من الحقيقة خلال ايه فن؟ الثقافات المختلفة للمزارع بيبدأ سواء منتقل إلى سيناء أو من أهالينا في سيناء. حقيقة الثقافات والممارسات والموروثة لديهم حقيقة إحنا بنشتغل على ده مع المزارع من خلال العديد من القوافل الإرشادية اللي بتتم على أرض الواقع من خلال رفع قدراتهم من الدورات التدريبية العملية والنظرية على أرض الواقع، وبالتالي بنعدل من سلوك المزارع في استخداماته زي ما حضرتك اشرتي لاستخدامه للري مثلا. يمكن الثقافات مختلفة ازاي نبدأ نشتغل من مزارع وافد الى سيناء ثقافته على الري بالغمر واستهلاكه لكميات مية لتحويل هذه الثقافة الى استخدام الري الحديث. ده بيحتاج تدريب عملي على الارض، ده بيقوم به خبراء مركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة لتعديل هذا السلوك. الحقيقة برضو استخدامه المفرط للأسمدة والكيماويات لوضعها في الأراضي، الحقيقة بنشتغل على المحور ده وهو محور إن إزاي نعتمد على الأسمدة العضوية، يعني وضع مقنن سمادي، تجزئة المقننات السمادية، طرق الزراعة والحصاد. الحقيقة برضو حاجة مهمة جدا بنبدأ نشتغل معها مع المزارع سواء السيناوي أو الوافد إلى سيناء، وهي مواعيد الزراعة حتى كمان بتختلف من إقليم لإقليم داخل جمهورية مصر العربية، وهو متعود بيزرع في وقت معين، إحنا إزاي بنقول له الوقت هنا من خلال البحوث اللي تم إجرارها. حقيقة ده كله بيتم من خلال حاجة عظيمة أنشأتها الدولة المصرية في سيناء خلال ثلاث مراكز للخدمات التنموية الزراعية المتكاملة. دول ثلاث مراكز في وسط وشمال وجنوب سيناء، مراكز خدمة بتقدم خدماتها التنموية للمزارع من خلال دورات إرشادية عملية ونظرية على الأرض للمزارع. إحنا متواجدين مع المزارع خبراء وعلماء مركز بحوث الصحراء على الأرض بيعدلوا من السلوكيات اللي موجودة، إزاي نكافح الأفات اللي موجودة، إزاي نعمل مكافحة متكاملة للأفات، إزاي نبدأ نعظم من دور المزارع ويبقى أيضا قيمة مضافة للعملية الزراعية، يبقى عندنا مزارع عنده من بس حضراتكم اللي بتتواصلوا أو بتوصلوا للمزارعين ولا المزارعين هم اللي بيتواصلوا؟ لا إحنا اللي بنتواصل مع المزارعين. حاجتين مهمين جدا من خلال برامج احنا عاملينها وتطبيقات احنا عاملينها زي تطبيق اسأل خبير قبل ما تدفع كتير، والحقيقة دي يعني مبادرة عملها مركز بحوث الصحراء للتواصل مع مثلا مزارعي التجمعات اللي هم حوالي 2122 مزارع بيتلقوا الخدمة الفورية من خلال تطبيق على الواتساب، بيسأل يصحى الصبح يصور المزرعة بتاعته لو عنده أي آفة عنده أي مشكلة بي على طول الخبير بيرد عليه قبل ما يبدأ يستهلك حاجات كتيرة جدا. مش كده وبس، هو بيطرق أيضا أبواب مركز بحوث الصحراء المنتشرة في شمال وسط سيناء لو عنده حاجة محتاج ليها، ثم من خلال برنامج تدريبي على مدار العام في أوقات مختلفة للزراعة منها قبل الزراعة. يعني احنا لسه انتهينا الأسبوع الماضي من تدريب المزارعين على الممارسات الزراعية لتجهيز الأرض، وده الوقت المناسب لتجهيز الأرض لإعدادها للموسم الشتوي. أتمينا معهم هذه الفترة وبنديهم جرعة تدريبية أو حقيبة تدريبية تشتمل على لغاية لما يزرع، وبعد ما يزرع بنبدأ نشتغل على المرحلة الثانية. حقيقة مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة لا تدخر جهد للمزارع داخل سيناء، طبعا كل ده بدعم كامل من الدولة المصرية مجانا لأهالينا في سيناء، بننتقل إليهم أيضا للحقول لو في أي ظاهرة غريبة. حقيقة إحنا متواجدين معهم على الأرض، والحقيقة لمس المزارع في سيناء دور وزارة الزراعة والدولة في وقوفها بجانب المزارع داخل سيناء. طب في الحقيقة يمكن في فترة من الفترات قعدت شوية مع البدو عشت معاهم، شفت إن هم ما بيستعملوش أي أدوية واعتمادهم الكامل على حياتهم وعلى غذائهم من الصحراء ومن خير الصحراء. هم بيسموا ده خير، يعني العلاج بيجي من النباتات اللي احنا عارفينها. العيب جدا ان هو يستخدم يعني دواء. احنا استفدنا بقى من التجربة دي، يعني الى اي مدى استفادت الدولة ايضا من تجربة البدو في النباتات العطرية اللي اعتقد انها تجربة مهمة وملهمة ايضا؟
الحقيقة الصحراء بتفوح وبتخرج منها العديد والعديد من الأسرار اللي احنا تملي بنتعلمها من أهالينا في البدو وفي سيناء. الحقيقة لما بيكتمل الخبرة مع العلم هو هنا بيطلع حاجة كويسة ومشرفة. احنا من خلال مركز بحوث الصحراء ايضا من خلال قسم النباتات الطبيه والعطريه بنشتغل على هذه النباتات وقد ايه بنستخلص منها مواد فعاله لاستخدامها في التداوي والعلاج، بالاضافه الى احتكاكنا الدائم مع البدو في صحاري مصر المختلفه من حلايب وشلاتين للسلوم لبراني لتشكى لسيوه للرفح للشيخ زويد. كل دي المناطق اللي احنا بنشتغل فيها للاسف، يعني للامانه احنا كنا محظوظين ان احنا بنجوب صحاري مصر من شرقها لغربها، بنتعلم كتير جدا من اهالينا في هذه المناطق. والحقيقه من خلال قسم النباتات الطبيه والعطريه بنبدا نشتغل على استخلاص زي ما قلت لحضرتك المواد الفعاله من بعض النباتات ليها. ثانيا بنعظم القيمه المضافه من هذه المنتجات او النباتات داخل الصحراء. بنشتغل من خلال حفظ الاصول الوراثيه للعديد من النباتات الطبيه والعطريه من خلال بنوك الجينات اللي بيتمتع بيها مركز بحوث الصحراء. احنا يعني بصدد قريب قوي بنفتح احدث بنك للجينات في راس سدر في جنوب سيناء، ده يعني بيكمل دور بنوك الجينات لحفظ الاصول الوراثيه لبعض النباتات اللي موجوده في صحارينا المصريه لحفظ طبعا اصولنا الوراثيه من الاندثار. عندنا فرق بتجوب من المراعي والاقسام المركز المختلفه لجمع بذور هذه النباتات وعمل اكثار ليها في بعض الاماكن. يعني الحقيقه احنا بنخوض برضو تحدي اخر وهو التغير المناخي اللي يعني بيضرب الكثير من دول العالم. احنا برضو ليس بمنأى من هذا التغير. يعني الحقيقه احنا بنعتمد في صحارينا المصريه على الفلورا الطبيعيه اللي موجوده من خلال تساقط الامطار على صحارينا المصريه واوديتنا اللي بتصغر ب العديد من هذه النباتات. طبعا مع التغير المناخي بنبدا احنا نشتغل ايضا على اكثار هذه البذور في معاملنا ومحطاتنا البحثيه لنشرها في اماكن اخرى وفق البيئه المتاحه. الحقيقه كل دي حاجات بيقوم بيها خبرائنا في مركز بحوث الصحراء، وبرضه لا نغفل تعاون البدو في كل المناطق اللي بنشتغل فيها في هذه الجزئيه بالتحديد. يعني بكل تأكيد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض المشرف العام على مراكز الخدمات الزراعية بسيناء. بشكر حضرتك يا فندم وبحييك طبعا على مجهود كبير الحقيقة بتقوموا بيه. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. وخلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقرة في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن واصل تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي موريتانيا اللي هيتلعبوا يوم 11 و15 أكتوبر الجاري، ده في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. واكتملت صفوف منتخبنا الوطني بعد انضمام الرباعي المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. الموقع الرسمي للفيفا أشاد بالنادي الأهلي قبل مبارياته في بطولتي انتر كونتيننتال وكأس العالم للأندية. وكتب الموقع الرسمي للفيفا على حسابه الرسمي: الأهلي عملاق إفريقي يبحث عن التاريخ في كأس العالم للأندية. امبارح قنوات اون تايم سبورتس اعلنت الحصول على حقوق اذاعه مباراتي الاهلي والعين الاماراتي المقرر لها يوم 29 اكتوبر الجاري في كاس انتر كونتيننتال. نادي بيراميدز خاض امبارح اول تدريباته في معسكره بمدينه بوردور التركيه استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد واللي هتبدا بلقاء الزمالك في نهائي بطوله كاس السوبر الاماراتي بالامارات. وقرر المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يوريتيتش ان يخوض الفريق اول ايامه في معسكر تركيا بالتدريب على فترتين، وانقسم الميران الى تدريبات في الجيم بمشاركه جميع اللاعبين قبل النزول للملعب واداء الوحدات البدنيه في الملعب وبعض التدريبات الخططيه.
اللاعب صالح عمارة لاعب مصر المصارعة توج امبارح بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للمصارعة للرواد بكرواتيا في منافسات وزن 130 كيلوغرام مصارعة حرة. النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد توج بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي عن شهر سبتمبر الماضي، وده بعد المستويات الرائعة اللي قدمها. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. في الحقيقة ما فيش شك ان ثورة الذكاء الاصطناعي بدأت بشكل مختلف. احنا دلوقتي بنعيش عصر جديد من عصور الاي اي، وده سبب حالة من الجدل اللي حصلت امبارح بعد اعلان جوائز نوبل في الفيزياء واللي منحت للعالمين الامريكي جون هوبفيلد والعالم الكندي جيفري هنتون لقيامهم بتطوير اساليب التعلم الالي باستخدام الشبكات العصبيه الاصطناعيه. هند ما كانش مثار الجدل الوحيد يا مصطفى، ولكن صحيح. الجائزه جت بعد يوم واحد من اعلان الفائزين بجائزه نوبل في الطب عن اكتشاف يعد ثوره في مجال الطب واللي ساهم في فهمنا العميق لاليات تنظيم الجينات. خلينا نعرف بقى تفاصيل اكتر عن الجدل الدائر وعن الاختيارات. خلينا نعرف كل التفاصيل دي من الاستاذ اشرف امين رئيس القسم العلمي بجريده الاهرام. يعني منورنا في صباح الخير يا مصر، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. في البدايه هنتكلم على جون هوبفيلد والعالم الكندي كمان جيفري هنتون، واحنا بنتكلم انه دول يعني تم اختيارهم في مجال الفيزياء. جون هوبفيلد مفهومه، بس في جدل على جيفري هنتون تحديدا. دي هو في جدل على الاثنين بشكل عام، لانه المتعارف عليه الجوائز بتاعت نوبل هي للعلوم الاساسيه. انه مجال جديد في العلم بيتم العلماء بيشتغلوا عليه، وبعد كده الناس اللي بيشتغلوا بقى في الحاجات التطبيقيه يستفيدوا من هذا المجال. يعني الناس اللي بيشتغلوا في البحوث الاساسيه مثلا في الطب يعملوا حاجه في الجينات، بعد كده الدكاتره يستفيدوا من ده. في الفيزياء الفيزيائيين يحطوا نظريات يفكروا في حاجات، بعد كده المهندسين بقى يشتغلوا. ففي يعني الفيزيائيين على مستوى العالم علماء الفيزياء بيشوفوا ان هم اللي بيحطوا النظريات والافكار وكده، وبالتالي كان في حاله صدمه انه اللي حصلوا السنه دي هم مش فيزيائيين، هم مهندسين، والمهندسين في علوم الكمبيوتر عندهم جائزه خاصه بيهم اللي هي اسمها التيورينج اوورد او جائزه تيورينج. دي بتمنح للي بيطوروا في علوم الكمبيوتر والحاسبات، والذكاء الاصطناعي هو امتداد للتطور في مجال. طبعا زعل الفيزيائيين وزعل الفيزيائيين، بس اللجنه وهي بتوضح كانت بتقول انه الشغل اللي اشتغلوا عليه كان قائم على بعض الاسس الفيزيائيه. والشغل اللي اشتغلوا عليه ان هم عملوا حاجه زي المحاكاه، المخ بيفكر من خلال شبكات عصبيه. فعملنا حاجه اسمها شبكات عصبيه اصطناعيه. لو تفتكروا يعني زمان الواحد لما كان بيتعلم كمبيوتر كان عشان نكسر الهيبه دي، انا فاكر كان مدرب يعني لينا بيدرس بيدرسنا فبيقول لنا ايه، اكتبوا على الشاشه الكمبيوتر جهاز غبي واطبعوها وحطوها، لانه هو في الاخر بياخد اوامر وبيتنفذها. الدنيا تطورت دلوقتي ولم يصبح كذلك، هو جهاز ممكن ذكي لانه بيفكر، بيقدر يحلل الصور، بيخرج بنتائج، بيعمل معاك دردشه. صحيح. ودخلنا في عصر الميكنه والاوتوميشن وما الى ذلك. وده اللي اتقال بالظبط في اللجنه، انه الاله دلوقتي لم تعد كذا، لا ده عندها فكره التعلم الذاتي وتصحح من اخطائها، وعندها مهارات جديرة بأن هي على وقع هذا التطبيقات الكتيرة، فلقوا أن هي تستحق جائزة الفيزياء لهذا العام. جيفري هنتون اسم زي ما قالت جمانة مثير للجدل. هو استقال من جوجل. صحيح. بعد تخوفه من أن الذكاء الاصطناعي يركب العالم. صحيح. وقال أن أنا عندي تخوفات وعندي كده، وهو ربنا عوضه، هو خد نور. هو اتفاجئ كمان، لانه من ضمن الحاجات الطريفه بيقول انا كان عندي ميعاد ان انا اعمل سكان MRI على جسمي. هو راجل كبير عنده 76 سنه، واتفاجئ ان هو يعني مش في دايره التوقعات انه يكون حاصل على هذه الجائزه. ولما استقال السنه اللي فاتت قال الجمله كالتالي: عشان اتكلم بحريه، لان طبعا الناس لما بتبقى بتشتغل في شركات عالميه كبيره بتبقى ملزمه بالتصريحات والبوليسز وكده.
وفي تصريحاته هو عنده تخوفات ان اذا لم يكن هناك اطار اخلاقي تنظيمي تشريعي لاداره الذكاء الاصطناعي وتطوير الذكاء الاصطناعي، فهناك تخوفات كبيره جدا ان الاله ممكن يبقى ليها سيطره ما على علاقات البشر، قرارات، حاجات كتيرة جدا يعني. وده الصراع اللي احنا كنا نتفرج عليه زمان في أفلام الساينس فيكشن، دلوقتي احنا بنعيشه فعلا. ما بقاش أفلام، ما بقاش ساينس فيكشن يعني، ما بقاش خيال علمي. ويمكن المفارقة ان جيفي هينتون تحديدا يعني يطلق عليه AI Godfather، عراب الذكاء الاصطناعي. صحيح. فإنه يخرج ويستقيل من جوجل عشان يقدر يتكلم براحته زي ما هو قال، وإنه متخوف من الذكاء الاصطناعي. فبكل تأكيد هو كان سابق خطوات كتير وشاف النتائج اللي ممكن تكون تخوف إلى حد كبير على حد يعني تصريحاته. طيب خليني أرجع مع حضرتك تاني لفكرة البحث أو المشروع اللي قام به العالمين، وهو تطوير أساليب التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية. صحيح. ايه الابلكيشنز اللي ممكن نستفيد بيها او الانسانيه تستفيد بيها، واللي على اساسها تم وضع اساميهم على لائحه جائزه نوبل؟ مفيش حد بيسمعنا او بيستخدم جهاز كمبيوتر مش ما بيستخدمش يوميا، من اول الترجمه الاليه، لو انت عندك نص باي لغه في العالم وعايز تترجمه، لفكرة التعرف على الصور، لما انت دلوقتي اغلب الاجهزة الذكية لما بتوري وشك فبيتعرف عليك، او بيتعرف على صور، تحط صورة ترفعها فيبدأ يعرف مكونات هذه الصورة. الدردشة الآلية اللي هي المسمى الشات بوت، انت بتتكلم مع آلة، شات جي بي تي، بنسأله أسئلة وبيرد علينا وبيدينا. شات جي بي تي ده جزء من الموضوع اللي عمل الأسس بتاعت ان تبقى عندك آلة قادرة على التذكر وعلى تحليل وعلى البريدكشن اللي هو التوقع بناء على المعلومات وعلى التعلم من أخطائها. يعني وحتى في مجالات معقدة دلوقتي مثلا في الطب، في برمجيات وتطبيقات، بدل ما الطبيب يقعد يقرأ الأشعة يتفرج على صورة صورة، بقى في آلية لأنه هو وفقا لتدريب معين للآلة، خوارزميات تعطيها مجموعة الأشعة، فيقدر يعمل فرز سريع، فيقول للدكتور مثلا الاشعات دي هي اللي ممكن يبقى فيها مثلا خلايا فيها مرض او ورم، والاشعات الباقيه سريعه. مفيش في البحث العلمي يعني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من اول الهاتف المحمول في استخداماتنا اليوميه، يعني اكيد حضرتك عارف يعني دلوقتي لما واحد بيجي له رسائل ايميلات، مثلا انا مثلا جات لي رساله انه مثلا رحلتك، حد بيعيط لي ان انا عندي طياره بكره، فالآلة دلوقتي تقدر تقول لك لو في ان في اضراب في المطار الفلاني في اوروبا، لا، ويربط المعلومتين ببعض فيبعت لك انت خد بالك. ده بتحصل، لان هي في الاخر كم البيانات الضخمه اللي الآلة متاحه ليها بتخليها تقدر تربط الحاجات ببعض وتتيح ليك. مثلا احنا لما بنفتح منصات التواصل الاجتماعي انت بتشوف الحاجات اللي بتهمك انت واللي هي ذات اولويات بالنسبه لك، ففي محتوى مشخصا على وفق لاهتماماتك، ولو انت اتكلمت جنبها وقلت اي حاجه مثلا من جنب الجهاز فالجهاز بيسمع وبيوفر لك ده، وكلنا بنعيش هذه يعني التطبيقات. فكل التطبيقات دي، وطبعا وحاجات بقى معقده، ما فيش شغل في البحث العلمي دلوقتي ما بيعتمدش على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومساعده الاله وما الى ذلك يعني. طيب يعني استاذ اشرف، احنا كلامنا مع حضرتك لسه مستمر، بس خلينا نروح نعرف تفاصيل يمكن منح جائزه نوبل في الفيزيكس او الفيزياء زي ما كنا بنتكلم السنه دي 2024 للعالمين جون هوبفيلد وجيفري هينتون، تقديرا لإسهاماتهم البارزه في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام الشبكات العصبيه الاصطناعيه. نرجع لحضرتك. في حدث تاريخي غير مسبوق، أعلنت لجنة نوبل عن فوز عالمين بارزين بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024. هذا الحدث الذي أثار دهشة العلماء والجمهور على حد سواء، يعود الفضل فيه إلى الاكتشافات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد فاز العالم الأمريكي جون هوبفيلد والعالم الكندي جيفري هينتون بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهودهما المبذولة في تطوير أساليب التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية.
هذه التقنيات الثورية أصبحت العمود الفقري للعديد من التطبيقات التي نستخدمها يومياً، بدءاً من محركات البحث وحتى السيارات ذاتية القيادة. ما يميز هذا الإنجاز هو استخدام الحائزين على الجائزة لأدوات فيزيائية لتطوير هذه الأساليب، فقد تمكن هوبفيلد من ابتكار ذاكرة ارتباطية قادرة على تخزين وإعادة بناء الأنماط المعقدة، بينما ابتكر هنتون طريقة للعثور على الخصائص المخفية في البيانات، مما ساهم في تحسين أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. كما أعلنت لجنة نوبل عن منح جائزة نوبل في الطب للطبيبين الأمريكيين فيكتور أمبروس وجاري رافكن لاكتشافهما الحمض الريبوزي النووي المايكروويف، وهو اكتشاف يعد ثورة في مجال الطب. هذا الاكتشاف ساهم في فهمنا العميق لآليات تنظيم الجينات وفتح آفاقاً جديدة لعلاج العديد من الأمراض. هذه الاكتشافات الرائدة تؤكد لنا أننا على أعتاب عصر جديد من التقدم العلمي والتكنولوجي، فالتطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام حل العديد من التحديات التي تواجه البشرية. وبعد الجائزة اللي شفناها في مجال الفيزياء، عايزين نقول أن النهاردة الإعلان الخاص بجوائز نوبل في الكيمياء، والنهاردة أيضاً بيصادف أن بيمر 25 سنة، ربع قرن بالتحديد، على فوز العالم المصري الأمريكي أحمد زويل على جائزة نوبل. والنهاردة أيضاً في أحد المرشحين هو أردني أمريكي داخل هذا السباق في جائزة نوبل. خلينا نتعرف على التفاصيل معاك. بنرحب مرة تانية بالأستاذ أشرف أمين، رئيس القسم العلمي في جريدة الأهرام، للتوضيح حول هذه الأمور. كلمنا عن هذه القصة الأول، عن دكتور زويل ولا عن؟ لا، عن المرشح بقى الأردن. طيب، هو كل سنة بيبقى فيه زي كده بورصة ترشيحات، وبيبقى طبعا المسار اللي لجنة نوبل بتشتغل عليه بيبقى على مدار السنة، يعني من سبتمبر وثلاثة أشهر كمان بيبقى فيه ترشيحات. العلماء اللي خدوا نوبل بيقولوا مين اللي في المجال تخصصهم أو في المجال العلمي ده جدير بده، الهيئات وما إلى ذلك. من ضمن الأسماء اللي بقالها كذا سنة، بقالها خمس ست سنين يعني في بورصة الترشيحات، وده لأنه حجم الاستشهاد بالأبحاث بتاعته كبير جدا، حجم الإسهام اللي عمله في مجال العلوم الكيميائية كبير. وهو عالم عربي اسمه عمر مؤنس ياغي، هو هو أردني أمريكي ومعاه الجنسية السعودية برضو، ساهم في تطور كبير جدا في مجال المركبات الكيميائية، بحيث أنها بقى ليها تطبيقات في مجال الفلاتر، وفي مجال يعني حتى ليها علم مجال تخصص ليه خاص بيه اسمه الـ MOF، ده ليه تطبيقات صناعية كبيرة ومهولة في مجال تنقية المياه يعني، والهواء والملوثات وحاجات كتيرة جدا. وهو اللي أدخل هذا المجال، يعني زي ما زويل كان الأب الروحي لعلم الفيمتوكيمياء، فعمر ياغي هو الأب الروحي لمجال متخصص جدا في التركيبات الكيميائية العضوية، المركبات، نصنع أشكال من المركبات جديدة في المجال العلمي، وتم الاستشهاد بأبحاثه بأرقام فلكية يعني. فيا رب يكون من ضمن يعني يفوز السنة دي، لأنه يعني الأمل معقودة أن طبعا يعتلي هذه المنصة عالم عربي طبعاً بعد فترة سنوات كثيرة يعني. طبعا يرجع مع حضرتك مرة تانية لفكرة الذكاء الاصطناعي والتخوف من الذكاء الاصطناعي. في فريق آخر شايف بالعكس أنه مش المفروض ان يكون في تخوف من الذكاء الاصطناعي، المفروض انه يبقى في نتعامل مع ايجابيات الاي اي او الذكاء الاصطناعي، وبالعكس انه الانسان يطور من نفسه عشان يقدر يطور فيه اكتر واكتر. سؤال حضرتك، شايف انه انهي فريق يكسب؟ يعني انهي فريق ممكن نقول تخوفاته او توقعاته هي الاقرب الى الصح؟ حلو. في مشكله تاريخيه ازليه، انه خطوات العلم أسبق بكتير جدا، العلم الأساسي والعلوم التطبيقية بتسبق بكتير جدا من العلوم الاجتماعية. فإحنا بيبقى عندنا ابتكار، بس ما عندناش فهم أو وعي للإطار التنظيمي لهذا الابتكار، فبنغلط وبنقع في مشاكل لغاية ما يعني كل من هم في العلوم الإنسانية اللي هم القانونيين وعلوم الاجتماع، وطبعا لو دخلوا بقى طبعا رجال الدين وما إلى ذلك، اللي هو يحطوا الإطار الأخلاقي للموضوع. ويمكن نسترجع من الحكايه دي نوبل نفسه، هو اخترع البارود. صحيح. توجيه البارود انه يبقى سلاح وكده، دي حدوته تانية،
اختراع التكنولوجيا حاجة، توظيف التكنولوجيا للشر أو الخير هو في الآخر سلوك إنساني، بس ما نقدرش نلوم العلم. قائم على متطلبات السوق. متطلبات السوق، التحديات، السياسات وما إلى ذلك. فإحنا دلوقتي بحكم التطور العلمي نمتلك أداة أو تطبيقات تقدر تعمل الخير وتقدر تعمل الشر. اللي يقدر يوظف توظيف البحث العلمي زي الهندسة الوراثية، الهندسة الوراثية أنت ممكن تعمل بها تطبيقات تفيد الإنسانية، وممكن تعمل تطبيقات أو شغل فيها وتعديلات تهدد الإنسانية نفسها، ويعني يبقى فيه بقى فيروسات تفتك ببشر وندخل بقى في الحروب البيولوجية وما إلى ذلك. فالإطار الأخلاقي هو إطار عالمي وإطار محلي ووعي، يعني أنه إن الناس بتوع العلوم الاجتماعية والقانونيين يبقوا فاهمين العلم راح فين. بره مثلا من الحاجات الملهمة وأتمنى أن احنا نعيشها دي، عندهم حاجة اسمها علوم المستقبليات، اللي هو العلم رايح فين وإحنا مع العلم بقى هنقدر إزاي نمبريس أو يعني نحتضن هذا التطور ده بحيث أن احنا نوجهه لمصلحتنا ولمصلحة الإنسانية. هي الحقيقة أستاذ شريف الفكرة مش يعني مش فقط فكرة توجيه للخير ولا الشر، ولكن فكرة الإحلال والتجديد زي ما بنقول كده، أنه هيبقى الـ AI أو الذكاء الاصطناعي هياخد مكان وظائف كتير جدا، بما أنه قادر أنه هو يخرج بنتائج ويحلل ويقدر يقوم بحاجات كتير جدا مشابهة للعقل البشري أو اللي بيقوم به الإنسان. فهي مش فكرة بس توجيه للخير والشر، ولكن فكرة أنه مواكبة الحدث، مواكبة العصر، إيجاد وظائف جديدة، إيجاد استخدامات جديدة، صحيح. إيجاد توظيف كمان، طريقة توظيف ليه عشان نقدر إحنا كبشر نكون موجودين معاه. يعني لأي حال بشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا أستاذ أشرف أمين رئيس الصفحة العلمية بجريدة الأهرام، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لك يا أستاذ أشرف، نورتنا. وخلينا نروح سريعا لموجز وأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف، تفضلي دينا. شكرا لك مصطفى. والتاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على ضرورة تحلي كافة الأطراف في المنطقة بالحكمة والمسؤولية ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وفي لبنان، محذرا من خطورة استمرار التصعيد مما لذلك من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة كافة وتطلعاتها نحو الاستقرار والتنمية. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والذي شهد تأكيد التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية وملفات الطاقة والربط الكهربائي. كما أكد الرئيسان التزامهما بآلية التعاون الثلاثي مع اليونان وباجتماعاتهما الدورية باعتبارها أحد الأدوات المهمة لتفعيل التعاون الإقليمي. ومن جانبه ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار بالإقليم، مشددا على حرص بلاده على دعم جميع الجهود الرامية لاستعادة السلم والأمن في المنطقة. تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات إسرائيلية عنيفة، وأوضحت مصادر لبنانية أن الغارات أدت إلى دمار هائل لا سيما في منطقة برج البراجنة والكفاءات والليكي، ومشيرة إلى انهيار 4 مباني جراء القصف الإسرائيلي بتلك المناطق. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 36 شخصا وإصابة 150 آخرين حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر الماضي من العام الماضي لتصل إلى 2119 قتيلا وأكثر من 10,000 مصابا. نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلية عدة منازل في منطقة التوام شمال قطاع غزة، يأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه الدبابات الإسرائيلية توغلها في عمق جبلية بشمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف مخيف ما أسفر عن شهداء ومصابين. طلب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة المنظمة الدولية بحماية مستشفيات كمال عدوان والأندونيسي والعودة. وأكد المكتب الإعلامي رفض تهديدات الاحتلال للمستشفيات بالإخلاء، محذرا من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي.
استشهد فلسطيني برصاص وحدات خاصة إسرائيلية عقب محاصرة منزل ببلدة عقابة شمال مدينة طباس بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن فصائل فلسطينية تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بقوات إسرائيلية متوغلة بالمدينة أعقبتها اشتباكات مسلحة عنيفة قبيل انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المدينة. ورياضيا، وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 من أكتوبر الجاري في الجولة 3 و4 من التصفيات مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 وذلك بالمغرب. واكتملت صفوف المنتخب بمشاركة جميع اللاعبين وانضمام الخماسي محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود صابر. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحب بحضراتكم مرة تانية. امبارح وزارة العمل أعلنت عن ضم أول قائمة تم حصرها من عمال الترحيل اللي شغالين باليومية في القطاع غير الرسمي محافظة القاهرة لمنظومة العمالة غير المنتظمة، والموافقة على صرف أول منحة ليهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. في الحقيقة قرار مهم جدا طبعاً. ويعني أعتقد أن هي فئة لم تكن على البال يوما ما فيما يتعلق بالتأمين عليهم. الأستاذة الشيماء عبد الله كمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، أهلا بك يا فندم، صباح الخير عليك. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح النور. يعني تعرف يعني في البداية على تفاصيل أكتر عن قصة إضافة عمال الترحيل للعمالة غير المنتظمة. هو حصر وتسجيل بيانات عمال الترحيل بالقطاع غير المنظم ده كان من ضمن خطة الوزارة لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية والصحية اللي بيحصل عليها العمالة المسجلة ببعض البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بالوزارة، يعني باعتبار ان الفئه دي من الفئات الاكثر احتياجا. طبعا كانت توجيهات معالي الوزير محمد جبران ان احنا نبتدي نعمل حصر لعمال الترحيل في كافه المحافظات، بس احنا ابتدينا بمحافظه القاهره باعتبارها هي من المحافظات اللي فيها كثافه عاليه من العماله يعني. وبمجرد ما انتهينا من اعمال الحصر وعرضنا على معالي نتائج الحصر، هو وجه باننا نبتدي انهم خلاص يدخلوا في قاعده بيانات العماله، يتم ادراكهم في قاعده البيانات كمستفيدين ليحصلوا على كافه الخدمات اللي بيحصل عليها العماله المسجله من ضمنها طبعا المنح الدوريه. احنا كنا بالفعل اتصدر صرف اخر منحه اللي هي منحه المولد النبوي، كنا يعني خلاص بيتم الانتهاء منها، فهو معالي قال لنا لا نعمل ملحق ليهم مخصوص ويبتدي الصرف ليهم اسوه بزمايلهم اللي صرفوا. بالفعل تم عمل الملحق ليهم والصرف ان شاء الله هيبقى شغال ابتداء من بكره. ده بخلاف طبعا باقي المميزات الثانيه اللي هيحصلوا عليها باعتبارهم اصبحوا خلاص مسجلين ضمن قاعده بيانات العماله غير المنتظمه. استاذه شيماء، بعد التحيه، بحسب القائمه الاولى او القائمه الاوليه من عمال الترحيل تقريبا شهدت تسجيل كم عامل على وجه التحديد، ومن المفترض يعني العدد اللي عند حضراتكم تقريبا قد ايه المفروض يكون ضمن هذه القائمه بشكل عام؟ والله هو حاليا اللي تم اضافتهم يعني 1034 عامل. ومن المنتظر طبعا دي محافظه واحده، احنا لسه في 26 محافظه. المفروض ان الرقم ده هيتضاعف بشكل كبير يعني. فاحنا ده اللي تم تسجيله من محافظه القاهره بس اللي تم اضافته للقاعده، وان شاء الله هيتم استكمال. ازاي يا فندم تم ضمهم على هذه القائمه؟ تم ضمهم من خلال البيانات اللي تم حصرها من مفتشين التشغيل ومفتشين التفتيش اللي نزلوا المواقع اللي موجود فيها العماله دي في الميادين، وحصروهم بالبطاقات بتاعتهم ببياناتهم بالمهنه بتاعتهم، وتم اضافه البيانات دي كامله على قاعده البيانات. ده علشان احنا كل الموجودين على قاعده البيانات بيحصلوا على الرعايه الاجتماعيه والصحيه اللازمه اللي بتوفرها لهم وزاره العمل، من حيث بقى منح دوريه، 6 منح في السنه، في منح خاصة، منح زواج، منح مواليد، وفاة أقارب، في رعاية صحية لو عامل حصل له يعني يحتاج لعملية مثلا كبرى صغرى، في كمان رعاية بالنسبة للحماية يعني بند الحماية لو عامل لا قدر الله أصيب في العمل أو حصلت له عجزة أو لا قدر الله حصلت له وفاة، احنا معوضين
البند ده ب 200 ألف جنيه بند مستحدث في الحوادث. طبعا بمجرد دخولهم في قاعدة البيانات هم أصبحوا مستفيدين من كل ده. طب يعني هو بند العمالة غير المنتظمة ده بيشمل بس هؤلاء؟ يعني أعتقد أن الميكانيكي الكهربائي كل المهن اللي بيندرج عليها هذا التوصيف، إزاي توصلوا لها وإزاي هم كمان يوصلوا لكم يا فندم؟ حضرتك هو حاليا التسجيل بيتم بطريقتين، المقاول او الشركه اللي عندها عامل غير منتظم وعندها عمليه فيها عماله غير منتظمه هي بتساوي العمليه في المديريه التابعه ليها وبتسجل بالفعل عمالها القائمين بتنفيذ الاعمال. والطريقه الثانيه اللي احنا حاليا الخطه اللي احنا وضعينها اللي هو الحص عن طريق مفتشين التفتيش ومفتشين التشغيل اللي بينزل مواقع العمل وبيجيب بالفعل العماله اللي شغاله. الخطة الموضوع حاليا اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو العامل اللي بيعمل لصالح نفسه اللي هو القطاع غير الرسمي، واحنا بالفعل ابتدينا بعمال الصراحيل كتجربة أولى يعني هنشمل كل المهن اللي حضرتك ذكرتها. يعني احنا بس خدنا عمال الصراحيل كتجربة أولى لحصر القطاع غير الرسمي وهيمتد لكل القطاعات إن شاء الله. طب يا فندم يعني أهم الامتيازات اللي هيحصلوا عليها بعد ما تم إضافتهم في قائمة العمالة غير المنتظمة، ويمكن سؤالي هنا لحضرتك كمان مش بس متعلق بالامتيازات المتعلقة بالمنح أو بالصحة، لكن أيضا المتعلقة بحقوقهم في موقع العمل أو مكان العمل. حضرتك العامل الغير منتظم بينطبق عليه قانون العمل أسوة بالعامل المنتظم، له كافة الحقوق. يعني من ضمن البنود الحماية ان مفتشين السلامة ومفتشين العمل بيتأكدوا ان العامل ده بيحصل على اجره على ساعات العمل بتاعته، ما بيتعرضش للخطر، متوفر له السيفتي بتاعه في مكان عمله، لائحة تشغيل الاطفال النساء، فكافة الحقوق اللي بيضمنها قانون العمل. هو قانون العمل مش نازل لعامل بخلاف عامل تاني، قانون العمل بيخاطب كافة العمال في مصر سواء هو عامل منتظم او عامل غير منتظم، هم بيحصلوا على حقوقهم كاملة أسوة بالعامل المنتظم نصوص قانون العمل. بالنسبة كمان للمميزات اللي بيحصلوا عليها، ان احنا زي ما ذكرنا كده في بند رعاية وفي بند حماية، كمان في بند تشغيل، لان العامل ده نسبة دورانه عالية، في فترات بيبقى متعطل فيها، هو مش بيشتغل بشكل دائم، هو طبيعة عمله كده، هو شغله مش ما عندوش صفة الدوام ولا الاستمرارية. احنا برضو كوزارة عمل بنوفر له فرص عمل في فترات التعطل دي. اي شركة بتستخدم العمالة دي بتتم عن طريق المديرية، الاعلان اللي بيطلب مثلا توفير عمالة بالشكل ده، احنا بنرشح كل الناس اللي موجودة في قاعدة البيانات دي. ده بند مهم جدا طبعا، نضمن ان فتره تعطلهم ما تبقاش كبيره، بالاضافه كمان ان احنا بنوفر لهم دورات تدريبيه للمهن المطلوبه في العمل، وكل ده بيبقى بالمجان طبعا. هايل. طب ليه تم البدء بهذه الفئه اللي هي فئه يعني عمال البناء؟ تم البدء بيهم لانهم يعني كثافتهم عاليه شويه، يعني العمال الفرحيل حضرتك وانت رايح في اي مكان كده اكيد شفتهم هم قاعدين في الميادين كده مستنيين مقاول او شركه تاخدهم الصبح مثلا تنزلهم موقع او تشغلهم. هو نسبه كثافه عمال البنى هي عاليه اكثر من غيرها، ونسبه تدويرهم كمان عاليه. يعني هو زي ما قلت كده من شويه ان فترات تعطلهم كثيره شويه، فعلشان كده احنا بدانا بيهم لان هم فئه اولى بالرعايه، وان شاء الله هنمتد للباقي، لكن هم كثافتهم عاليه، يعني عددهم او نسبتهم عاليه، عشان كده احنا قلنا نبتدي بالفئه اللي اعلى شويه موجوده بشكل اكبر، علشان كمان حتى الشكل اللي هم متواجدين فيه اللي هو بيبقى موجود مثلا تحت كوبري او على الرصيف، يعني حتى الشكل ده احنا يعني من ضمن كمان الحاجات اللي هنعملها لهم احنا هنوفر لهم اماكن لائقه انهم يقعدوا فيها، يعني مش هسيبه كده قاعد في الشارع، لا هنوصل له اماكن لاقصى برجولات مكان مناسب يقعد فيه، هنعمل له اي دي علشان يبقى سهل ان انا اوصل له، لو في فرصه عمل سهل ان انا ارشحه، سهل ان انا اتواصل معاه ان انا ارشحه لفرصه عمل. طيب استاذ شيماء، يعني حضرتك قلتي انه تقييد العمال بيكون عن طريق الشركه اللي بيشتغلوا فيها او عن طريق المقاول، هل في آلية انه يكون لو في عامل من عمال الترحيل مش على قيد مشروع معين، او حتى مش متوفر ليه انه يكون ضمن العمل ضمن مع مقاول، هل يقدر ان هو يقيد نفسه بنفسه ولا لا لسه ده مش متاح دلوقتي؟ وهل في رؤية كمان مبدئية لإمتى ممكن ننتهي من تقييد حد؟ وهنتكلم على عمال الترحيل فقط في محافظات مصر؟
حضرتك هو احنا حاليا العامل هو اللي يدخل، يعني ان في موقع العامل يدخل هو يسجل نفسه لا دي مش متاحه حاليا. لكن المتاح حاليا انا اللي بروح له لحد مكانه، يعني احنا خدنا شهر عمال الترحيل دول مثلا في القاهره لانه المفتشين كانوا بينزلهم لهم في اماكن تواجدهم في الشوارع وفي الميادين، احنا اللي بننزل نجيبه من مكانه. فاذا عامل ما عرفش يتسجل ما فيش مشكله، ما هو المفتش متواجد بشكل مستمر، هي مش هتنتهي، هو متواجد بشكل مستمر كل فتره بينزل يحضر عمال تانيين، ودي هتمتد ل 26 محافظه ثانيه، احنا مش هنقفلها على القاهره لا، هي هتمتد ل 26 محافظه التانيين. واحنا زي ما قلت لحضرتك عمال الترحيل دي فئه اولى لكن هتمتد لباقي الفئات ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا نشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذه شيماء عبد الله كمال مدير عام الاداره العامه لرعايه العماله غير المنتظمه بوزاره العمل، شكرا لحضرتك. امبارح احتفلت دار الاوبرا المصريه بمرور 36 سنه على افتتاح دار الاوبرا المصريه في احتفاليه فنيه كبرى، وده تاكيدا على دورها الريادي كصرح ثقافي مصري ومناره ايضا للفنون والابداع. شارك بالحفل أكثر من 500 فنان من جميع فرق دار الأوبرا. خلينا نتابع مع حضراتكم أبرز ما حدث في الحفل. ستة وتلاتين سنة أوبرا، ستة وتلاتين سنة من الإبداع، ستة وتلاتين سنة من الفن المتدفق، خدمة مجتمعية متميزة جدا في مجال الفنون. الحقيقة إن دار الأوبرا كانت منصة أغلب الفعاليات الثقافية والفنية في الستة وتلاتين سنة اللي ماضت ديت، الحقيقة قامت عليها. 36 سنة بتذكرنا طبعا بالأوائل خالص، الحقيقة فاروق بيه حسني وزير الثقافة اللي في أبان عهده طبعا تم افتتاح هذه الأوبرا، ومرورا على حقب كثيرة جدا وعقود كثيرة جدا كانت الأوبرا منارة كبيرة وبؤرة ثقافية وفنية للفنون المصرية والإقليمية والدولية. احتفال النهاردة مميز جدا، بيضم نخبة كبيرة جدا من التنوع الفني ما بين مدارس مختلفة في الأداء الحركي والأداء السمعي، وده مهم جدا بالنسبة لنا. والحقيقة أن النخبة ديت هتكون عندها التنوع الكبير أن تقدر ندي وجبة فنية وثقافية مميزة جدا في عيد ميلاد الأوبرا. الأوبرا المصرية زي ما حضراتكم عارفين أنشئت من يعني 36 سنة، فهي كانت تقريبا الأوبرا الوحيدة في الشرق الأوسط وما زالت بتلعب دورها لحد الآن في الشرق الأوسط، وهي من أهم الأوبرات سواء في الشرق الأوسط أو في العالم. وزي ما حضرتك شايفة الوجود الجماهيري سواء من الجمهور المصري أو من الجمهور العربي أو حتى السفراء الأجانب كلهم بيشرفونا لهم اعتادوا إن هم يحضروا في دار الأوبرا المصرية، إن هو يعتبر بيت من بيوتهم. مبنى عريق وأنا بحبه بحترمه جدا، ودايما ببقى حريصة إن أنا أحضر فيه يعني أغلب مناسباته أغلب عروضه بحاول إن أنا أحضرها. الأوبرا هي يعني هذا المكان العظيم اللي يجمع بين الثقافة والفكر والفن والمتعة، فأنا بالنسبة لي مكان مهم جدا في حياتي ومن أجمل وقت في حياتي. مثلا أنا عرضت مسرحية كاليجولا، كان أول إنتاج لأكاديمية الفنون وعرضناها هنا أسبوع في الأوبرا. لو أقول لك إن ده أمتع أسبوع في حياتي أني وقفت على خشبة مسرح الأوبرا لمدة أسبوع أعرض مسرح، كان شيء رائع ومستوى الجمهور عظيم وحقيقي كان في متعة كبيرة يعني لينا إحنا كفنانين وللجمهور اللي بيتفرج علينا. أحب أزورك في المغربية، أركب في روكا أنا وحبيبي ونغني في عيد ميلاد الأوبرا 36، 36 سنة. البرنامج يعني فيها حاجة حلوة، أحلف بسماها وبترابها، امسك في حلمك، حلوين من يومنا والله، بحبك وحشتيني، يعني في مجموعة شباب حلوين جدا إن شاء الله. شايف الأوبرا زي دلوقتي بعد مرور 36 سنة على لا
في تقدم كبير طبعا في الحفلات في لا فيها حاجات بصراحه كتيره جميله. طبعا استعداد الحفله ده كان متعب شويه عشان عملنا كذا اغنيه اغاني وطنيه واغاني انها تفرح الناس بعيد ميلاد الاوبرا 36، وطبعا كل ده بفضل دكتور سهير دكتورتنا يعني الكورال. وبس في الاخر احنا بنقدم لكم الحفله دي عشان نفرحكم. والله احنا عملنا بروفات كتير جدا وتعبنا، والدكتوره سهير بصراحه ربنا يعني معانا وفي ظهرنا وتجرأنا ازاي نقف حتى في الغنى في السولو، بتجرأنا وما تخافوش يا جماعه، واحنا كلنا ما شاء الله جمال جدا وبنحب بعض. الحمد لله احنا بقالنا البروفات وبنتدرب على الحفله الجميله دي، وبمساعده طبعا دكتوره سيرو ودكتور سامح صابر ان الحفله هتطلع النهارده بطريقه كويسه وتعجب حضراتكم باذن الله. لا طبعا مبسوطه جدا عشان يعني الاوبرا ليها تاريخ عظيم جدا يعني، فيعني برده هي مكان سياحي عظيم برده. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه حضور مهم جدا في اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في مدينة الإسماعيلية. أثناء وجوده وجه عدد كبير جدا من الرسائل المهمة بخصوص حل الأزمة الفلسطينية والحرب اللي شغالة في قطاع غزة من ساعة هجمات السابع من أكتوبر. كمان اتكلم سيادته عن مرور 51 سنة على نجاح القوات المسلحة في حرب أكتوبر وفترة الحرب اللي كانت مليئة بالصراعات وبالكراهية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الحدث، دلالات الحدث، أهميته وانعكاساته من ضيفنا الكاتب الصحفي جمال رائف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. خليني في البداية أسألك عن رؤيتك لأهمية حضور الرئيس السيسي في اصطفاف تفتيش الفرقة المدرعة في الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية. في الحقيقة أن طبعا هذا الاصطفاف المهيب الذي شهدناه بالأمس للفرقة السادسة بالجيش الثاني الميداني اصطفاف بيؤكد أن الدولة المصرية لديها القدرة ولديها قوة الردع ولديها أيضا الرشد، وفي الحقيقة هذه رسائل مهمة لدولة اختارت السلام كخيار استراتيجي، وهذه أيضا الرسائل التي اتضحت في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. وبالمناسبة اتضحت أيضا خلال العشرة أيام الماضية يعني في أكاديمية الشرطة، في الأكاديمية العسكرية، في الاصطفاف الخاص بالفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالأمس، كان هناك حرص من القيادة السياسية المصرية على التأكيد على بعض النقاط الغاية في الأهمية. أولا فيما يتعلق بقوة وقدرة الدولة والإرادة الوطنية المصرية، وهذه كانت رسائل مهمة وحاضرة، وأن الإرادة المصرية قادرة على مجابهة كافة التحديات. هذا لا يعني أن الدولة المصرية دولة مندفعة أو دولة تعتدي على الآخر أو دولة تتدخل في شؤون الآخرين أو لديها أجندات خفية كما تحدث السيد الرئيس، بالعكس على الإطلاق، دولة رشيدة لديها الحكمة، لديها من الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقوة أيضا الرادعة لتحافظ على السلام الذي اختارته منذ 51 عام وقادرة أيضا على الحفاظ عليه وسط هذا العراك الإقليمي، يعني وسط هذا أو هذه الفوضى الإقليمية الدولة المصرية قادرة على أن تصون مقدراتها. ولهذا تحدث السيد الرئيس بالأمس عن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية الحدود المصرية، وبالتالي الدولة المصرية قادرة على الحفاظ على خيارها المتعلق بالسلام. وبالتالي هذه رسائل كانت حاضرة خلال العشرة أيام الماضية، وهي طبعا موجودة طوال الوقت في حديث القيادة السياسية المصرية وفي حديث الدولة المصرية، ولكن كانت بارزة طبعا خلال المناسبات في الأيام القليلة الماضية وبالتأكيد كانت حاضرة بالأمس. هذه نقطة. النقطة الأخرى في حديث السيد الرئيس بالأمس والتي كانت مهمة للغاية،
ما يتعلق بالإرادة المصرية التي حققت النصر إبان 73 وتركيز السيد الرئيس على فكرة هذه الإرادة المصرية. وهنا السيد الرئيس استحضر التجربة في حرب 73 وكيف كانت القدرات متفاوتة نوعا ما، ولكن الإرادة القدرة المصرية وهنا الشخصية المصرية التي ارتكز فيها أيضا السيد الرئيس في حديثه على عبقرية الرئيس الراحل أنور السادات. صحيح. حينما تحدث عن القيادة في هذا التوقيت ورؤيتها الاستشرافية، وهنا بقى نتحدث عن عبقرية الشخصية المصرية سواء على صعيد المواطن أو على صعيد القيادة. المواطن الذي ترسخت لديه الإرادة فعبر القناة حتى وهو مدرك أن قدراته العسكرية ربما لم تكن بنفس القدرات، وأيضا القيادة التي وضعت حينها الخطط وأيضا وضعت الخطط المستقبلية التي ربما حتى لو كان البعض ساعتها أنصت ليها لكنا يعني بعدنا عن الكثير من المشكلات في المنطقة. بالعودة مرة أخرى لا خلينا فينا استذكر السيد الرئيس عدد من مقولات الرئيس الراحل أنور السادات واستشهد بحكمته وتحدث عنه يعني في 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 هذا الاحتفال المهيب. أبرز ما تتذكره ووقعه الآن على مسامع المصريين وعلى مسامع المنطقة التي ربما يعني بتشهد حرب بتمتد من منطقة إلى أخرى عامل إزاي؟ يمكن الرئيس الراحل أنور السادات خاض الحرب من أجل تحقيق السلام، لم يخض حربا من أجل الحرب، بل هو خاض الحرب من أجل استرداد الأرض والكرامة ومن ثم الانتقال بالمنجز العسكري إلى منجز سياسي. هذا ما حققته الدولة المصرية. وأيضا حينما حقق الرئيس الراحل أنور السادات النصر ذهب به إلى المنطقة بشكل عام وأراد أن يبلور رؤية السلام كرؤية شرق أوسطية أو كرؤية عربية لتحفظ للمنطقة سلاما مستداما. ولكن ربما الظروف في التوقيت حينها لم تكن أيضا متضحة للعيان أو القيادات في وقتها القادة العرب بشكل بالضبط يعني. ويعني هناك ربما أعذار لهذا، ولكن طبعا الرؤية المصرية كانت رؤية استباقية صحيح ورؤية استشرافية، ورئيس القادة العرب نفسهم قالوا هذا الكلام بعد كده بالضبط. ويمكن هنا هقف وقفة لأن هذه الرؤية في الحقيقة رؤية أيضا حاضرة الآن، وده اللي بيأكد أن هذه الرؤية رؤية راسخة في العقيدة المصرية وفي الشخصية المصرية. يعني لما نجد مثلا القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لهذه الحرب ماذا قال؟ استشرف المستقبل، استشرف ما نراه صحيح. اليوم إن اتساع دائرة الصراع سوف يدخل هذا الإقليم في مخاطر كبيرة وفي فوضى كبيرة، والقضية الفلسطينية في منعطف خطير. وبالفعل الآن القضية الفلسطينية تدفع الثمن، لبنان يدفع الثمن، سوريا تدفع الثمن، المنطقة بالكامل تدفع الثمن. لماذا؟ لأن الصراع اتسع، وبالتالي أيضا أنت تحدثت هنا في الدولة المصرية بشكل استشرافي. إذا هذه الرؤية الاستشرافية هي رؤية نتاج خبرات لدى الدولة المصرية والقيادات السياسية المصرية. وهي بالمناسبة يعني طبعا الرئيس الراحل أنور السادات كان عبقريا كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، ولكن أيضا هذه العبقرية هي أيضا موجودة لدى الدولة المصرية طوال الوقت، ونراها الآن حتى في تحركات مصر الدبلوماسية التي تستند على هذه العبقرية. يعني هذا النمط في إدارة الدولة المصرية منذ الرئيس الراحل أنور السادات ما زال حاضرا داخل العمل المصري، وما زلنا متأثرين به وما زلنا نرتكز عليه سواء في النصر أو في السلام. وبالتالي كان السيد الرئيس امبارح حريص على هذا الأمر أن يؤكد أن عبقرية الرئيس الراحل أنور السادات حاضرة معنا الآن، بل أننا نستشهد بها ونرتكز عليها ونؤسس عليها أيضا رؤيتنا الاستشرافية فيما يتعلق بالخطط التي يجب أن نعمل عليها لترسيخ السلام في المنطقة. وبالتالي حينما تحدث السيد الرئيس هنا عن القضية الفلسطينية تحدث كما نتحدث دوما كدولة مصرية منذ فترة الرئيس الراحل أنور السادات، حل الدولتين كحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية الثوابت الأساسية لدى الدولة في هذا الأمر. وأيضا تحدث عن ثلاثة نقاط رئيسية هي أولوية عمل للدولة المصرية في هذا التوقيت. أولا ما يتعلق بوقف إطلاق النار، ما يتعلق طبعا بتبادل الأسرى والمحتجزين، وما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية كأولوية عمل في هذا التوقيت. هذا طبعا بجانب الرؤية العامة المتعلقة بطبعا حل دولتين كحل عادل وشامل. وبالمناسبة والعظيم في كلمات السيد الرئيس بشأن القضايا الإقليمية بالتحديد، إن السيد الرئيس لا يذهب للقضايا الفرعية التي هي تحدث في الإقليم، بل يذهب لمركز صحيح لأساس القضية. لأن إذا أردت أن تهدئ من أوضاع المنطقة فعليك أن تخمد يعني نقطة الاشتعال الرئيسية،
وهي القضية الفلسطينية. وللأسف الحقيقة أن الجانب الإسرائيلي طوال الوقت يحاول أن يحدث تشتيت في الرأي العام الدولي والإقليمي، والاستجابة لهذا التشتيت أمر خطير للغاية، وبالتالي الدولة المصرية لا تستجيب لهذا التشتيت بل تتحدث دوما عن جوهر القضية الفلسطينية، ترى جبهات عدة تنفتح، وترى حتى وسائل الإعلام الدولية تذهب لهذه الجبهات وتغفل القضية الفلسطينية، في حين حتى هذا ينطبق على الإعلام المصري، إن الإعلام المصري حتى في ظل انفتاح كل هذه الجبهات دوما يركز عدساته على القضية الفلسطينية، يركز أقلامه على القضية الفلسطينية. إذن نحن نتحدث عن منهجية دولة ترى إن إذا أردت أن تهدئ من الأوضاع في المنطقة فعليك أن تخمد النيران المتعلقة بالقضية الفلسطينية. ده بكل تأكيد، ويمكن زي ما حضرتك تحدثت عن فكرة القيادة الراشدة، ويمكن من أهم سمات القيادة الراشدة أن تكون مدرك تمام الإدراك لمقوماتك وقدراتك الحقيقية. لو هنتكلم عن الظروف المحيطة، لأن حضرتك ذكرت نقطة الظروف المحيطة، لو هنقارن الظروف المحيطة حين وقت حرب 73 والظروف المحيطة، أنا بتكلم على المنطقة، الظروف الإقليمية، لو هنقارن الظروف أنهي أصعب أنهي أدق؟ الظرفين صعبين ولكل وقت حساباته. ويمكن هنا أيضا السيد الرئيس بالأمس أشار إلى هذه النقطة، إن حتى إبان 73 كان الظرف الإقليمي صعب، وربما أدوات الحرب في 73 تختلف عن أدوات الحرب الآن. وإذا كنا نتحدث عن الصعوبة، تعقيدات المشهد يا أستاذ جمال، لا الآن أصعب. يعني إذا كنا نعم طبعا، يعني الآباء والأجداد خاضوا حروب صعبة للغاية وفق كمان الإمكانيات التي كانت متاحة. طبعا أنت الآن لديك قوة وطنية شاملة عظيمة للغاية، سواء على الصعيد قوة الردع دور كبير في بالضبط، والقوة الناعمة والقوة العسكرية والقوة الأمنية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية. أنت الآن لديك طبعا مفردات أقوى بكثير وتختلف، وموازين القوى الآن حتى حرب يعني 73 حرب أكتوبر غيرت موازين القوى طبعاً، ووضعت مصر في مكانها هي تستند عليها حتى الآن، ووضعت كل قوى إقليمية في مكانها الصحيح، وبالتالي مصر وضعت منذ 6 أكتوبر في المكانة الصحيحة التي تستحق، وبالتالي أنت ترتكز على هذا الأمر. ولكن الوضع الإقليمي الآن بالتأكيد أصعب، أصعب بكثير، لأن الدول العربية المحيطة بيك تعاني أزمات كارثية. يعني حينما نتحدث عن ليبيا، نتحدث عن السودان الشقيق، نتحدث عن سوريا الشقيقة، نتحدث عن لبنان، نتحدث العراق، يعني الأوضاع صعبة للغاية وصولا للقرن الأفريقي. يعني حتى لما نتحدث عن جيبوتي، نتحدث عن الصومال، يعني الأوضاع في المنطقة العربية السند الحقيقي، لأن في الآخر أنت أمنك القومي الداخلي مرتبط بالأمن القومي العربي، لا يمكن أن نفصل هذا الأمر عن ذاك الأمر، وده اللي بيخلي الدولة المصرية دائما تتحرك لدعم الأشقاء. وده أيضا هخليني أرجع لحديث السيد الرئيس، إننا لسنا لدينا أجندة خفية، بل هذا هو المحرك، إن احنا لدينا إيمان راسخ إن أمننا القومي الداخلي مرتبط بالأشقاء، باستقرار الأشقاء، بهدوء المنطقة، بالسلام الإقليمي، وبالتالي بنشتغل طوال الوقت لدعم هذا السلام والاستقرار من أجل أيضا دعم أمننا القومي، ولكن لدينا أي أجندات خفية على الإطلاق. وده واضح حتى مش بس في تصريحات القيادة السياسية المصرية، ولا في تصريحاتنا نحن كإعلام أو مسؤولين حتى في الدولة بيصرحوا بهذا الأمر، لا، المسؤولين الغربيين نفسهم والمسؤولين الشرقيين، مسؤولين من كل دول العالم، حينما تنصت إلى تصريحاتهم يتحدثون أن مصر نقطة الارتكاز في حل أي من القضايا في المنطقة. هذا يعني أن هناك ثقة دولية وأن هناك مصداقية لدى الدولة المصرية. هذه المصداقية وهذه الثقة لم تكن لتكون موجودة إلا لو أنت فعلا ما عندكش أي أجندات. صح. هو أنا هثق فيك ليه؟ هثق فيك لأنك لديك شفافية ولديك رؤية واضحة ولديك ثوابت واضحة في حل جميع القضايا وليست لديك أي أغراض. ولديك سمعة طيبة في يعني التوسط ما بين يعني أطراف الإقليم. طيب الدول لما بتحب تعمل استعراض عسكري، تفتيش حرب، تعلن عن سلاح، بيبقى ليها أهداف، بيبقى ليها رسائل ضمنية عايزة زي ما بيقولوا كده تمررها. ما هي أبرز رسائل السيد الرئيس يوم أمس واللي يعني ذكرها ضمنا ولكن لابد أن نتوقف عندها كثيرا؟ يعني أولا فيما يتعلق بالاستعراض في حد ذاته، طبعا هو يأتي في إطار احتفالات مصر بالضبط، وده يعني تكريم لهذه الفرقة التي كان لها دور عظيم للغاية إبان الحرب. وفي الحقيقة أيضا إن السلام يحتاج إلى قوة تحميل طبعا. يعني الدولة المصرية حينما اختارت السلام فهي اختارت سلام الأقوياء، وسلام الأقوياء يجب أن يكون لديه قوة ردع
لي أيضا يعني تحافظ على هذا السلام وتحافظ على استدامة هذا السلام. وقوة الردع هنا طبعا أساسها الرئيسي قواتنا المسلحة المصرية العظيمة وأيضا مفردات القوة المصرية الأخرى، وبالتالي هذه نقطة. النقطة الأخرى قدرتك أيضا على أن تتواكب مع العصر، يعني لما نشوف أمس الاستعراض العسكري المهيب في الحقيقة لا يقتصر فقط على قدرتك التدريبية وطبعا تنمية العنصر البشري وتدريبه وتأهيله، وظهر بمستوى راقي أشد به السيد الرئيس، ولكن أيضا على مستوى التصنيع. يعني أيضا الأمر في الحقيقة يدعو للفخر، تصنيع في مجالات المجالات عدة، يعني أصبح الآن متطور في مصر وأيضا المجالات العسكرية، وبالتالي أيضا هذا يؤكد أنك أيضا لديك رؤية مستدامة في تطوير منظومتك العسكرية، ولديك القدرات ولديك الإمكانيات، وهذا أمر مهم للغاية. الرسائل الأخرى أيضا هي فكرة نعم لدينا القوة ولدينا الردع، ولكننا دوما نختار السلام. عشان كده السيد الرئيس تحدث عن السلام كخيار استراتيجي للدولة المصرية بالضبط. وبالتالي هنا بقى توظيف هذا الخيار والحفاظ عليه في أحداث تنمية مثلا في سيناء، وإيجاد التنمية أيضا كأحد وسائل الحفاظ على هذا السلام. وبالتالي نحن نتحدث عن أن الدولة المصرية نعم بتقول أنني لدي قوة كبيرة، ولكنها قوة رشيدة، قوة تتعامل بحكمة، قوة تدافع لا تعتدي، قوة تحافظ على مكتسب السلام وتعظم من مكتسبات النصر التي حققها الأباء والأجداد. وبالتالي هذه هي الرسائل الأبرز بالأمس. وأعتقد أن في الحقيقة ما نشاهده خلال العشرة أعوام الماضية يؤكد أن الدولة المصرية نأت بنفسها عن الدخول في الكثير من المشكلات الإقليمية. وسيد الرئيس أشار لنقاط مهمة بالأمس سواء فيما يتعلق ب 2011 2013 مرور مصر. دي نقطة بقى مهمة أستاذ جمال، فكرة إشارة سيادة الرئيس لأنه القوات المسلحة المصرية واجهت في 2011 اختبار صعب جدا، أهمية إشارة سيادته لهذا الموقف تحديدا وهذا التوقيت تحديدا. لأن العالم كله شاهد إزاي أن في خضم 2011 حينما تهاوت مؤسسات دول في الجوار تماسكت مؤسسات الدولة المصرية مع شعبها. فاسترجاع أيضا هذه اللقطة لقطة مهمة للغاية، إن حتى نحن في ظل هذه التحديات عليكم في الخارج أن تدركوا إن حتى ونحن في ظروف أصعب من هذا تماسكت الدولة المصرية، بل إن الجيش المصري العظيم مع الشعب المصري تماسك وكان نسيجا واحدا في ظل خريف إقليمي عاصفة بدول كانت مستقرة، إلا أن الدولة المصرية تماسكت. فإذا هذه إشارة مهمة. في 2013 أيضا محاولات إفشال الدولة من الداخل، جماعة إرهابية تتسلق إلى السلطة، فتأتي أيضا الإرادة الشعبية مستندة على الجيش المصري العظيم وعلى القوات المسلحة المصرية، فأيضا يتم إبراز فكرة النسيج الواحد، التماسك الداخلي، وأيضا نعبر هذا التحدي، ثم أيضا نعبر بعض التحديات الأخرى سواء على صعيد التنمية، على صعيد الأزمة أو الإصلاح الاقتصادي، على صعيد جائحة كورونا. يعني الجيش أيضا المصري كان حاضرا في جائحة كورونا، لا يمكن أن ننكر هذا طبعا. يعني لو نتذكر كده المشاهد حينما نزلت القوات المسلحة المصرية لتطهير الأماكن العامة وعملت بجانب المستشفيات أو يعني وزارة الصحة وغيرها من مؤسسات الدولة. إذن الجميع حينما تشتد الظروف في الداخل المصري يعمل كنسيج واحد. إذن استحضار هذه أيضا اللقطات في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس كانت مهمة للغاية. وبالتالي هستحضر هنا برضو ثلاث محطات يعني متتالية كما كنا نتحدث في بداية هذا اللقاء فيما يتعلق بلقاءات أو حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العشرة أيام الماضية سواء في الأكاديمية الشرطة أو في الأكاديمية العسكرية أو الأمس. تحدث عن التماسك الداخلي، والتماسك الداخلي في المواقف الثلاثة كان يشغل حيز كبير سواء من خلال الحديث المباشر أو ضمنا داخل سطور الحديث من السيد الرئيس، يعني حيز كبير للغاية. لماذا؟ لأن بالتأكيد التماسك الداخلي للدولة المصرية هو حائط الصد الحقيقي، هو مفتاح النصر طبعا. سواء في 73 أو في 2011 أو في 2013 أو إبان جائحة كورونا أو حتى الآن في ظل اختبار صعب للغاية تمر به الدولة المصرية في ظل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية الصعبة للغاية التي تؤثر على الداخل المصري. لأن لا يمكن أن ننكر أن مصر تتأثر كما تتأثر كل دول العالم بهذه المتغيرات طبعا. الإقليمية، إذا كان بنتكلم على المتغير الاقتصادي نتاج صحيح. الأوضاع في الشرق الأوسط بتؤثر الآن على المواطن الأوروبي. طب إذا كنا نحن في قلب الحدث، إذا كنا نحن نتأثر بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب هذا العراك الإقليمي، إذا نحن نتأثر. ولكن التماسك الداخلي، وعي وإدراك المواطن، عشان كده السيد الرئيس تحدث أنها معركة وعي. إذا الوعي والإدراك
مع التماسك الداخلي. هذه مفردات النجاة دوما للمواطن المصري منذ أن خضنا الحروب في الماضي لإنقاذ هذا الوطن واستعادة الأرض أو حتى الاسترداد من الجماعة الإرهابية أو أمام الإرهاب ومكافحة الإرهاب أو حتى الآن ونحن نواجه هذه الأعاصير الإقليمية لنحافظ على دولتنا. صحيح، استذكار دروس التاريخ يمكن يعتبر من الحاجات المهمة جدا جدا اللي كانت امبارح في اصطفاف الفرقة الرابعة اللي حضره السيد الرئيس، وأعتقد أن يعني استخلص في عدد من الدروس المهمة. شكرا لك الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، نورتنا وشرفتنا تعليقا على هذا الحدث الهام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضراتكم وشكرا لكل سنة. شكرا يا فندم. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكره بنفس الميعاد من الساعه 7 للساعه 10 صباحا. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.